صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار الخميس 22، لا مش الخميس، اليوم نهار الاربعاء. واليوم نهار الاربعاء 6 بخصوص التضييع بالارقام، يوم 22/6/2016. عالم صباح جديد وفقرات جديده من هلا ولغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. انا وشاف حسين رح نترافق معكم لغايه الساعه 1. صباح الخير شيف. صباح الخير غيدا. شو عندنا كثير اطباق مختلفه اليوم؟ اليوم عاملين طبق حلويات وايضا عاملين روستو باللحمه وكمان عاملين سلطه الهليون. لكن هودي ثلاث اطباق لحلقتنا لليوم. بنقول لكل المشاهدين حضروا الورقه والقلم لحتى نسجل كل المقادير خلال حلقتنا. اكيد رح يكونوا ناطرينك. اكيد. وانا كمان اول الناطرين. رح نذكركم اكيد انه بخلال هالشهر الفضيل عم بيكون عندنا زيارات عديده على جمعيات خيريه لحتى نطلع عندهم ونقضي معهم اوقات وايضا نقدم لهم هدايا بخلال هالشهر الفضيل. وعندنا بهالزيارات شركاء رح نشوف مين هن بهالكليب. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بيزور عالم الصباح جمعيات خيرية ليعيدن ويساعدن بتأمين بعض احتياجاتن. مجموعة متنوعة وغنية من الهدايا بتقدمها مؤسسة أفتيم للأدوات المنزلية الكهربائية لبعض الجمعيات الخيرية. كما أن شركة ANF الرائدة بالأدوات المنزلية بتقدم مجموعة كاملة من الأدوات المطبخية لتجهيز مشغل تدريب مهني بيختص بالطبخ بإحدى الجمعيات الخيرية. بهالشهر المبارك عالم الصباح بعيدكن وبيتمنى لكم رمضان كريم. ورح نتابع ايضا مع مسابقتنا اللي ابتدت مع بدايه شهر رمضان مبارك، مسابقه جديده ابتدت امبارح، انما رح نرجع نذكركم فيها لانه بعد عندكم لغايه اخر هالنهار حتى تبعتوا لنا صوره عن حيالله شيء من صنع ايديكم، شيء انتم حبيتوه، شيء انتم فخورين انه انتم اللي عملتوه، وممكن يكون حيالله شغله، ممكن يكون لوحه، ممكن يكون فواكه انتم زرعتوها، ممكن يكون نبته انتم زرعتوها، وايضا ممكن يكون اي شيء بالديكور او بالاكسسوار انتم كمان عاملينه، حيالله شيء من صنع ايديكم بتصوروا لنا اياه بتبعتوا لنا اياه على رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح، وراح يكون اعلان الصوره الرابحه بكره، وراح يكون في اكيد الفائز اللي راح يربح معنا تذكرتي سفر الى فيينا تقدمه شركه نخال للسياحه والسفر. بدايه عالم الصباح بتكون مع بريفيو اليوم. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن. شو هو السيلياك ديزيز وكيف منتأقلم معه مع ريوة وضيفة بعصحة السلامة؟ اتصالاتكن وإيميلاتكن مع لما بيشوفي. ضيفتنا بتعرفنا على نشاطات جمعية علية النور للتوعية على المخدرات ورشة عمل حول تطوير ذكاء الأطفال بولاد بالدنيا. منتعرف على مؤسسة الأب أند وخلصهم مع غسان بصعب كتير. أجدد الأخبار السينمائية مع غيدا بالسينما ورشة ملح مع الشيف حسين على أطباق جديدة وشهية. حظوظكم لليوم مع كارمن والأبراج. اليوم الأربعاء 22 حزيران يونيو، اليوم القمر موجود اليوم الثاني على التوالي بين من برج ترابي برج الجدي، ثاني يوم من فصل الصيف القمر موجود ببرج الجدي، فكيف رح بتكون أبراجنا اليوم؟ نبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل هنالك نوع من صراع بين الأفكار، بين الأولويات، بين الواجبات، هذا الشيء بيخلق عند مولود برج الحمل اليوم شوية انزعاج، خلقك ضيق، معقول تكون اليوم متسرع، معقول تكون مزعوج، ومعقول تسبب لحالك مشاكل، لكن عندك طاقة كتير كبيرة مطلوب منك تعرف توظفها بطريقة صحيحة. 14-15 نيسان أبريل الأكثر تعبا. ننتقل لبرج الثور.
بالنسبة لبرج الثور أجواء رائعة بالنسبة لك، وبعتبره من الأيام الحلوة جدا بهيدا الشهر. مولود برج الثور، أنت اليوم متمكن من واجباتك، متمكن من نفسك، واثق من طاقاتك. هذا الشيء بيعطي مولود برج الثور يمكن حتى أفانس عن غيرك، يعني أنت سابق غيرك بأشواط اليوم، منك لحالك من دون ما تعمل شيء، أنت اليوم عندك مجال أنك تسبق الغير. فكيف إذا حطيت من نفسك بعض الاجتهاد وبعض المحاولات؟ اليوم نهار معقول يحمل لمولود برج الثور افكار حلوه، مخيله حلوه، قدره على الابداع، في كرياتيفيتي كثير حلوه عند مولود برج الثور اليوم، عندك رغبه انك توسع دائرة تحركاتك، تتعرف على ناس جديدة، تسافر، تخطط لسفرة أو تتعلم شيء جديد، في مهارة جديدة اليوم بتقدر تتعلمها وتكسبها أو تبلش تخطط لها. المهم اليوم نهار إيجابي جدا، بيفتح قدامك مجالات عديدة وضروري تستفيد منها نهار، نوعيته مهمة جدا. مواليد أيار مايو الأوفر حظا بشكل خاص 6-8 أيار. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء إذا بتطول بالك لبكرة بيكون كتير منيح، بكرة وبعد بكرة يومين حلوين، يومين مناسبين لحتى تعمل بدك إياه، لحتى تخطط، لحتى تتحرك، لحتى تنفذ، تبلش ببعض المشاريع. اليوم وكأنك عم بتمهد، بعد في معاملات، بعد في تقنيات، بعد في تحضيرات بدك تشتغل لها. اليوم نهار تقني، اليوم نهار مزعج لمواليد برج الجوزاء لأنهم بيحوصوا، واليوم ما فيكم تحوصوا، اليومكم تقعدوا وتركزوا سواء على شغلكم، على درسكم، أو على بعض المقابلات اللي عندكم إياها. الأنشط 15-16 حزيران يونيو. منكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان ما تخلي هالقمر البدر يسبب لك انزعاج أو يسبب لك نوع من تحديات، بالعكس خلي هالقمر البدر نوعا ما يكون هو الدافع لك لحتى تبدأ بشيء جديد، لحتى تنظر للأمور من منظار واسع، يعني كبر شوي السكوب اللي أنت عم تنظر للأمور. هيدا نهار يمكن يحطك أمام شخص بيلفت لك نظرك، عم نحكي عاطفيا، أيضا أمام شخص معقولة تعتبره شخص دافع لك، مشجع لك في الأيام المقبلة. أجواء متقلبة لكن تقدر أنت تحولها لصالحك. الأوفر حظا 26-30 حزيران يونيو. منكمل مع برج الأسد. بالنسبة لك اليوم مولود برج الأسد، اليوم نهار متعب، اليوم نهار طويل، لكن نصيحة لك اليوم بضلوا أفضل من الخميس والجمعة، وبالتالي خلص أعمالك اليوم على بكير، سهل عن بكرة وبعد بكرة، يعني من اليوم لآخر الأسبوع إذا بعد في عندك مواعيد مهمة، نشاطات مهمة، جرب تخلصها اليوم لحتى ما تندم بعدين، بعدين يعني الخميس والجمعة رح بيعذبوك لتقدر تحقق اللي أنت بتريده. بالرغم من هالشي بضلوا المولود الأوفر حظا 3-4-17-18 أب أغسطس. منكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء نهار كتير حلو بالنسبة لك مولود برج العذراء، هيدا نهار بيتضامن معك، هيدا نهار بيتعاطف معك، هيدا نهار ما بيخربط لك أمورك، ما بيعاكسك، ما بيحط لك معاكسات أو عوائق بدربك، بالعكس تماما، نهار حلو للمصالحات، نهار جيد لحتى تتواصل مع الغير، لتجرب تحقق بعض الأمور، لحتى تقدر ترتب أمورك الداخلية وأمورك المهنية أيضا. هيدا نهار مثل ما قلت لك في مصالحات، في أمور رومانسية، ويمكن يكون في عندك خبر صار اليوم. الأكثر حظا بشكل خاص 9-11 أيلول سبتمبر. منكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان يمكن مولود برج الميزان بعد أموره مش ظابطة، مولود برج الميزان طالع من 30 يوم كان مبسوط فيهم، مكيف فيهم، مش عم بيركز يمكن كتير فيهم على بعض المسائل الشخصية. اليوم ومبارح مولود برج الميزان نوعا ما عنده قلق، في عنده قلق لأنه في أمور مخربطة بحياته الخاصة مش ظابطة. على كل بقول لك طمن لك بالك أنه بكرة وبعد بكرة في انفراج. تبقى المواليد الأكثر تعبا 17-18 أكتوبر. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب هيدا نهار بيخلي مولود برج العقرب يكون هو من الأشخاص الأقوياء المسيطرين بأفكارهم، بطاقاتهم، بحركتهم، بقدرتهم على تفعيل الأمور، يعني أنت شخص اليوم دينامو، مفعل للأمور، محرك للنشاطات بغض النظر عن عمرك. تملك اليوم قوة في كلامك، في أفكارك، وأيضا في حركتك الجسدية. مواليد أكتوبر تشرين الأول الأوفر حظا.
ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس بدك تقعد بينك وبين ذاتك، بدك تكون عقلاني، بدك تفكر بموضوعية وتعمل حساباتك، شو عليك وشو بدك، وينك وين رايح. الأمور ما كانت سهلة على مولود برج القوس، وبالتالي ضروري تنظر للأمور بشفافية وبموضوعية لحتى تقدر تقيم الوضع اللي أنت موجود فيه، عم بحكي مهنيا، عم بحكي ماديا، وحتى أيضا اجتماعيا. هيدي مرحلة تقييم للأمور من دون خسارة، من دون ربح، بدها تكون شفاف بالموضوع لحتى تقدر تنتقل وتعرف تتنقل، تعرف تعالج الأمور في الأيام المقبلة. الجو اليوم منه سلبي لكن في مساءلة وفي حسابات. 3 إلى 5 كانون الأول ديسمبر الأقل حظا. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي نهار كتير حلو لأنه القمر ببرجك، هيدا نهار بيخليك تسبق غيرك، هيدا نهار بيخليك تكون شخص واثق من نفسك، أو على الأقل هي هي الصورة اللي أنت عم تعكسها. الناس شايفة فيك قوة، الناس شايفة فيك مغناطيس كتير حلو وجذاب، الناس شايفة فيك شخص قادر أنه يكون مدير ناجح، يعني أنت شخص إداري كتير ناجح بغض النظر عن عمرك. في احتمال يكون عندك خبر وحل لبعض الامور العالقه. 6 7 كانون الثاني يناير، بالاضافه لكل مواليد كانون الثاني يناير الاوفر حظا. بنكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو قلت لك من امبارح انه الاجواء صعبه، اليوم ايضا من اقل ايام حظا. هذا نهار في فراغ، في تراجع، في فشل اذا انت مصر انه يكون في عندك محاولات. من المستحسن انه تقعد وتنطر، الانتظار اليوم هو افضل، التريث و تمهيد للأمور، إعادة ترتيب، تنظيف، كل هالأمور هيدي بيكون منيحة، أما الانطلاقة فتركها لبكرة وبعد بكرة. تبقى المواليد الأقل حظا نسبيا هي مواليد شباط فبراير، أما الأنشط بيناتهم فهي مواليد 5 إلى 7 شباط. منكمل مع برج الحوت. ما تترك شيء للخميس والجمعة، امبارحة قلت لك، اليوم تعمل اللي بدك اياه، اليوم نهار كثير حلو، ما تخلي شخص ما تتصل فيه، ما تخلي مسألة بعينك، بالعكس تماما، بكرة وبعد بكرة بدنا نرتاح، بدنا نرتاح، ما بدنا نعمل شيء مهم، أو بدنا ننطر للسبت والأحد، إذا اليوم في حركة، اليوم في متابعة للأمور، اليوم في جرأة، في تعاطي مع الناس، خاصة مع الأمور يلي بتعتبر إنه إلك حق فيها، وبالتالي قوي قلبك. 6 7 8 أدار مارس الأوفر حظا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة بتستفزك، هيدي سنة أكيد بتستفزك لأنه في أشخاص، في أطراف، في معاملات وفي ارتباطات كونترايات بدها تغيير أو بدها فاين تيونينج لحتى تزبط هالسنة، وبالتالي من أول هالسنة ضروري تلتفت لهالنقاط الضعيفة الحساسة وتشتغل عليها وتقويها لحتى ما يصير في خربطة بعلاقة أو بصفقة أو بكونترا معين. تموز، يوليو، نوفمبر، مارس، أدار أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. موضوع طبي كتير مهم رح تخبرنا عنه روى أكتر مع ضيفة على صحة السلامة. خليكن معنا. سيلياك ديزيز وكل التفاصيل المتعلقة فيه مع روى وضيفة وعلى صحة السلامة. روى صباح الخير. صباح الخير غيدة. يعني موضوع الله. فعلا واحد كتير بيسمع عنه، في كتير صح. بيعرفوا مزبوط شو هو، وفي ناس بيجهلوه كليا. صح، وصار هلأ يعني مثل موضة من ضمن أمور كتيرة بتصير ترند. جلوتين فري، جلوتين فري، ما بناكل شيء فيه جلوتين. بنعرف ليه أو هل نعرف أنه نحن بحاجة عن جد أنه ما ناكل منتجات أكل فيها جلوتين ولا لا؟ وبدنا نعرف أكيد الأشخاص اللي عندهم سيلياك ديزيز هن أكتر ناس لازم ما يأكلوا أمور فيها جلوتين. رح نشرح أكتر عن هالموضوع. فصباح الخير إليك غيدة ولمشاهدينا، وبدي رحب بضيفي دكتور نبيل كنعان، مختص بطب العائلة. دكتور كنعان، اهلا فيكم. بدنا يعني نرجع نوضح مظبوط شو هو السيلياك ديزيز. سيلياك ديزيز هو بالواقع مرض وراثي بيصيب الامعاء الرفيعه. نعم. مش الكولون بس، امعاء رفيعه، وهو ناتج عن لما تتعرض القشره الداخليه للامعاء الدقيقه لماده الجلوتين اللي موجوده، بروتين
هي بروتين موجود. هو ما له عازي كثير بالجسم، الجسم ما بيحتاجه كثير. نعم. هل جلوتين لما يحتك او يجي مع قشره المعاء الدقيقه بيعمل نوع من الرياكشن، رده الفعل من جهاز المناعه. فجهاز المناعه اللي هو بيشوف كل شيء بالجسم بيدافع عنه، بيصير يحس انه هالماده هذه بتغير نوعا ما بتركيبه النتوءات تبع القشره الداخليه، وبتحسها غريبه عن الجسم، فبتقعد بتهاجمها كانه شيء، كانه هالقشره غريبه. وهذا الشيء بسبب نوع من التهابات او رده الفعل بشكل انه هالقشره بتبطل تشتغل شغله. نعم. رح نشوف هلا لنفسر مزبوط، بس نقول انه رح نشوف شو اللي بيتغير بالنتوءات الموجوده بالجدار الداخلي للامعاء. هي وظيفتها امتصاص الغذاء صح؟ طبعا هي الامعاء الدقيقه طويله جدا، يعني عده امتار. وفيها هالنتوءات المسؤوله عن امتصاص الجزء الاكبر من يعني اذا بدنا نبسطها نتخيلها مثل شعيرات طويلة. شعيرات مثل تلال او جبال صغيره. على القشره تبع من برا في كل الانزيمات المسؤوله عن امتصاص انواع متعدده يعني من الغذاء. فهيدي النتوءات تتعرض للاذى من جهاز المناعة. رح نرجع نشوف الصورة شو بيصير بعدين. شفنا على شمال الشاشة اللي هي النتوءات اللي قلت انت مثل جبال وديان او شعيرات طويلة بتقوم بوظيفتها. نعم. مع الوقت لما بتصير بتنمحي، يعني كأنه بتصير مش موجودة، وبالتالي يعني بتفقد وظيفتها. يعني بصير هالامعاء الدقيقة ما عم تمتص الغذاء مثل ما عم تقوم بوجباتها، وهذا شيء كثير اساسي بجسم الانسان. صح، لأنه ما عندها هالشعيرات اللي تقوم بوظيفتها. نعم. لأنه الجلوتين اللي هو بروتين موجود بأنواع معينة من الأكل. صحيح. بأي أنواع أكثر شيء غير القمح؟ يعني القمح والشعير وشيء اسمه راي، راي ما بعرف نحن اذا موجود عندنا ولا لا، اللي هو جدار اسمه. يعني هيدي الماده موجوده وبالشوفان كمان. الشوفان لا مش موجود بالقوت يعني. مش موجود الا بالشوفان المصنع. يلي ممكن يدخل له مواد امبيوريتيز، يعني اشياء بالتصنيع دخلت عليه. بس الشوفان فينا نقول انه مقبول جدا مقابل القمح والشعير. نعم. اوكي. طبعا فينا بدنا ننتبه انه الجلوتين موجود بكثير اكل. موجود بكثير اكل مصنع. احنا طبعا بالباستاز وبكل انواع المعجنات والطحين والمعلبات كمان. معلبات لازم كل المعلبات يكون مذكور عليها اذا فيها جلوتين وقديش الكمية. نعم. وبالإضافة في إشياء بسيطة لازم ننتبه لها، في كتير أنواع من أحمر الشفاه ليبستيكس فيه جلوتين. السمخ الموجود على قفل وطوابع مثلا فيه كمان جلوتين. البلايدو هيدي المعجون اللي بيلعبون فيه الأولاد فيه كتير جلوتين. وبالإضافة طبعا موجود بكتير أكلات، برغل وطحين وباستاز ومعكرون. نعم. سباجيتي. نعم. لازم ننتبه بكل هالأشياء. طيب يعني اللي عرفنا أنه هو مرض مناعة ذاتي. نعم. يعني السيلياك ديزيز. طيب هل نحن كأشخاص إذا ما عم نعاني من عوارض، وهلأ رح نحكي شو هي العوارض، لازم كلنا نتفادى هالمادة هيدي هالبروتين هيدا، ناخد أكل بدون جلوتين؟ يعني صرنا عم نشوف في مدارس أنه لا يخسروا وزن بيعملوا الجلوتين فيه. هلا لا شك انه الجلوتين موجود بالقمح، موجود بالخبز وبالمعجنات اللي هي بتزيد الوزن بشكل تلقائي، لانه هي تابعه للكربوهيدرات او النشويات. فبتنزل الوزن بهالناحيه، يعني هيدي الجماعه بياخذوها لينزلوا وزنهم لانه بخفف النشويات. بس لازم نشخص الانسان اذا عنده سيلياك ديزيز قبل ما نباشر بعلاجه كمريض سيلياك ديزيز. فإذا ما بناخذها هيك نحن كنمط حياة. لا كنمط حياة، ما هي عم بتصير انه لانه تابع للنشويات. مش مشان الجلوتين. ما هي هيدا اللي بدنا نقول انه في معتقد خاطئ على الموضوع. صار هلا في ترويج اكثر لهالموضوع. لا لازم يكون في اعراض معينه. شو ابرز الاعراض؟ ابرز الاعراض للاسف اعراض مش كتير دائما بتلبس الانسان لبس، يعني مش مثل الاعراض اللي بنشوفها بمثل التهابات معينه او
عرض امراض ثانيه، يعني بتشبه اعراض لامراض ثانيه، بتشبه للاسف بتفوت يعني بتعمل اوفرلاب، يعني بتغطي اعراض موجودين بامراض ثانيه. بس من ضمنها يعني اكثر شيء وجع البطن، النفخه بعد الاكل، الاسهال يلي هو ما له تفسير، خاصه اذا الانسان بيشوف شويه سوري بالخروج نوع من الدهن، يعني بيكون في عدم امتصاص للماده الدهن عم ينزل الاشخاص اللي عندهم فقر دم غير مفسر، او الاشخاص اللي عندهم نقص بالوزن غير مفسر، او الاشخاص اللي عندهم خربطه بفحص الانزيم تبع الكبد، او الاشخاص اللي عندهم سكري فئه اولى تايب 1، او اللي عندهم التهابات بالغده الدرقيه. هالجماعه هن مجموعه ناس ممكن نشك انه عندهم هالمرض. والاشخاص اللي عندهم مشخصين سيلياك ديزيز، سيلياك ديزيز ممكن لانه قلنا هو مرض وراثي نوعا ما، لانه الامراض المناعيه هي كثير منها وراثيه، لازم نفكر باقاربهم المباشرين، اخواتهم، اولاد عمهم، اولاد خالهم، اذا عندهم اعراض معينه انه يعملوا تاكيد لتشخيص وجود جلوتين سوري السيلياك ديزيز بالشخص الثاني. هلا الخوف من السيلياك ديزيز اذا ما تعالج صح من المضاعفات اللي بتصير، اكيد ما نحن ما ننسى انه نحن سيلياك ديزيز عم نخسر مواد اوليه بالجسم يلي هي الفيتامينات، خاصه الفيتامين دي والفيتامين بي 12 والفيتامين والحديد، الكالسيوم كالسيوم ماغنيزيوم، في كثير مواد بتنزل بالاضافه للمغذيات الثانيه مثل الدهن او غيره، يعني كل شيء بتشتغل فيه يعني الجسم الدقيقة. ما عم بيمتص او بيمتص جزء منها حسب قوه الحاله، وهذا بسبب ضعف وضعف بالمناعة كمان، وأحيانا بيخاف الإنسان تؤدي لمشاكل أو مضاعفات العلاقة ببعض أمراض الكانسر. هلأ ما لازم نعمل بانيك على موضوع الكانسر، بس الموضوع بس يعني مثلا يمكن قبل ما نفكر بالسرطان يمكن يصير ترقق عظم لأنه ما عم يكون في امتصاص للكالسيوم، أو فقر دم لأنه ما عم بيصير في امتصاص للحديد. صح، يعني الإنسان مفروض يفتح عينه لما بيشوف شخص عنده عدة أشياء ناقصة بجسمه ما لها تفسير، يعني ما في سبب واضح، ما في سبب واضح مع عوارض النفخه والألم بالبطن اكيد مع عوارض ثانيه يلي ممكن تكون موجوده وللاسف يمكن ما تكون موجوده. البروبلم هي انه مرات الانسان بيكون عنده هالنقص بدون وجع بطن او بدون نفخه، بدون اسهال. يعني مثلا طب هون شو بتنصحنا لنعمل تشخيص دقيق وبالوقت المناسب ما نتاخر؟ اين عمل تشخيص؟ في عده تحاليل طبية، فحص دم يعني صارت كتير دقيقة، التحاليل الموجودة متوفرة هلأ فيها تعطينا إشارة إنه هل المرض موجود ولا لا. تثبيت وجود المرض بيكون عن طريق منظار نادور للمصران الرفيع، بيتاخد خزعات متعددة، مفروض الخزعات تكون متعددة لأنه المرض مش مشمول بكل الأمعاء، فممكن ما نلقطه إذا من خزعة واحدة أو اثنين، مفروض حسب ما يقال ستة أو أكثر خزعات من الأمعاء الدقيقة لحتى نعمل تشخيص. التشخيس بيكون دقيق من خلال هالمنظار، يعني من خلال البايوبسي او الخزعة. بس انا اذا بدي اقول للناس لما تحسوا بشو، يعني عم نقول الاعراض بتضيع، فمعناته ما نهمل يعني لا ما نهمل. مثل ما قلت لك يعني اكثر شيء بيلفت انتباه وجوده بالعائله، الفقر الدم، نقص الفيتامينات، ترقق العظم، وجود امراض ثانيه لها علاقه بالمناعه مثل السكري التايب 1 ومثل الغده الدرقيه، التهاب الغده الدرقيه المناعي. اذا خساره وزن غير مبرره او شفنا أكيد. تغير بالخروج، يعني بنقول الخروج في دهن بنشوف لونه فاتح، بيقولوا بيصير ممكن. اللون بس فاتح في فحص خروج خصوصي اذا الواحد ما شاف بعينه هالتغيير. في تحاليل بتقول له انه اوكي الخروج فيه دهن مثلا. في وحده من السيمتومز او العوارض اللي بعتقد صحح لي اذا غلطانه كثير خاصه بسيلياك ديزيز هي الدرماتايتس، هالطفره اللي بتصير على الجلد. رح نشوف كيف بتكون كمان لنعطي الناس فكره انه بحال ظهر هيك عوارض ممكن نفكر بالسيلياك ديزيز. ليه بتصير هالطفره؟ بتضعف المناعه ولا شو بتصير؟ يعني هي جزء من تفاعل الجهاز المناعي مع الجلد يعني. فبتسمها درماتايتس هيرباتيفورمس. هيدي انه مش منقول في المنيح فيها، يعني وجودها بيسهل شوي التشخيص يعني احسن ما، يعني ممكن خزعه من الجلد
تشخيص اللي بيقول درماتيتس هيرباتيفورمس بنقول اوكي، يعني هيدا اكثر الظن عنده هالحاله هيدا. نعم. يعني تقريبا وصلنا لنتيجه. طب بهالحاله بس هو العلاج نغير بنمط حياته وننتبه على انه ناكل اكل ما فيه جلوتين، ولا في ادويه؟ شو كيف بيكون العلاج؟ وممكن نعرف امراض المناعه الذاتيه ما في شفاء، لكن هل بحاله السيلياك ديزيز فينا نوصل لانه الشخص يتغلب عليها بالمره؟ هالحالة بالواقع لأنه وراثية ما فينا نغير فيها. نعم. الطريقة الوحيدة بالوقت الحاضر هي توقف عن أكل الجلوتين بشكل كلي. نعم. مبدئيا وطول الحياة. نعم. وهيدي الشيء بدون أدوية. بدون أدوية لا. نعم. ما في أدوية لحد هلأ، في أدوية يعني تحت الاختبار يمكن أو بعدها ضمن الأبحاث، بس ما في أدوية تدخل ضمن البروتوكول العلاج. العلاج الأساسي موجود عند أخصائي أو أخصائية التغذية. يعني هن اللي لازم يرشدوا المريض ويكونوا معه وحده بهالحالة هيدي. معظم الناس اللي عندهم سيلياك ديزيز بيلاقوا كتير صعوبة بتقبل الوضع، أنه أنا معقولة ما أكل بيتزا مثلا او ما اكل شغله انحرم من هالشغله، لانه لائحه الاطعمه كثير كبيره. يعني كبيرة اللي بيكون فيها جلوتين، ومش بس كثير كبيره، في اشياء كثير بتدخل ضمن تفاصيل الممنوعات. انواع ثانيه من الاكل، يعني منها واضحه داخله بامور ثانيه. واحد يبشبش عليها. عشان هيك الاخصائيه او اخصائيه التغذيه كثير مهم دوره. يعني هن بالواقع الطبيب بهالشخص. نعم. يعني مش الطبيب نفسه. هلا الطبيب لازم يتابع الموضوع، لانه التحاليل اللي بتثبت وجود سيلياك ديزيز بالبدايه لما بلش التشخيص، متابعه هالتحاليل بتبين اذا الشخص صار تحت السيطرة ولا لا. نعم. لأنه التحاليل اللي كانت بوزيتيف بتصير نيجاتيف. يعني كانت عم تعطي أنه في مشكلة بتبطل في مشكلة، وخصوصا صحيح. بدنا نراقب المضاعفات لما ندخل بمشاكل صحية. سؤال أخير، بما أنه مرض مناعة ذاتي إذا كان موجود بالعيلة، هل الشخص بصير يتوقع بأي عمر ممكن يبين؟ يعني ما بنعرف أمتى، ولا ممكن ما في وقت محدد؟ في لأنه السيلياك ديزيز بلش من عمر الصغار يعني بنشوفه عند الأطفال. يعني. الأطفال اللي خلقانين يعني بعدهم على الست شهور. الرضاعة الطبيعية بتأجل ظهوره عند الأطفال. بس ما بتمنع ظهوره. نعم. بس إجمالا ممكن يكون بالأطفال، ممكن تبين بأي عمر كان. مثل أي مرض وراثي ممكن ما في وقت محدد نقدر نحن نتحكم فيه. أوكي. بس الفيميل النساء هن أكثر شوي عرضة من الرجال. بس مش كتير. بس مع العلم أنه المرض موجود بالإحصاءات اللي عندنا إياها، نحن مش بلبنان يعني برة لبنان، هي حوالي 1-2% من السكان عندهم هالحالة. نعم. طب دكتور، أنا بس بدي أسأل شغلة هون، يعني بالحال اللي بيكون فيها أحد الوالدين مصاب بسيلياك ديزيز، لازم مباشرة يعملوا أولاده الفحوصات؟ يعني دغري حدا منهم يطلب أنه لا لازم تعملوا الفحوصات؟ إذا صار في بشكل تلقائي يعني؟ إذا صار في أي عارض من العوارض يلي بدل مش غلط. وكمان ممكن على عمر معين أنه في تيست فحص دم. فحص الدم بالمناسبة، فحص الدم لازم يؤخذ بالوقت اللي بيكون الانسان عم بياكل جلوتين. لنشوف رده الفعل. مش لازم يوقف الجلوتين ليجرب يرجع يعمل فحص الدم. لا. بيطلع نيجاتيف. ما بيبين. فلازم يكون تحت تشالنج، يعني تحت عم بياكل عادي. عم بياكل عادي او حتى هاي جلوتين عالي، حتى يعمل الفحص ويبين اذا عنده. فاذا حدا من اولاد الشخص هيدا عنده اي عارض من الاعراض، فاصولا يعمل هالتست. بالعائلة بيبين بين 10-15%. مش كل الناس بيصير في عندهم المرض. يعني مش بالضرورة إذا الأهل عندهم الأولاد أكيد يصير عندهم. بس في عائلات عندهم بشكل رهيب، يعني بشكل انه كل العائله. نعم. عندها. طبعا مثل ما قلت حده المرض بتتفاوت تختلف. نعم. يعني ممكن تختلف. تكون اخف، ممكن تكون اقوى. أي. عند بس عند كل الناس لازم يوقفوا الجلوتين. ما في طريقه. هلا بحال كان في حال كان في بس ملاحظه صغيره اخيره. نعم. في ناس عندهم حساسيه للجلوتين غير مرض السيلياك. هؤلاء كمان بيستفيدوا من توقيف الجلوتين، بس ما بتكون حالتهم مثل السيلياك. نعم. فما بنشخصهم سيلياك. نعم. فكمان هي مهمة إذا في انتولرنس، يعني عدم تحمل أو حساسية للجلوتين، هيدا موضوع تاني عن السيلياك ديزيز. شكرا لك دكتور كنعان. أهلا وسهلا دكتور. شكرا روا. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع شيف حسين ورشة ملح، ومن بعدها لما وشوفي. خليكن معنا.
رح نبدا هلا مع اول محطه مع الشيف حسين ورشه ملح. رمضان كريم لكل المشاهدين وبصبحكم بألف خير. واليوم السفرة الرمضانية عنا عامرة مع الروستو باللحمة وعملين كمان المعكرون والطبق الثالث اللي هو سلطة الهليون. لكن احنا جايبين هون عنا هليون أخضر جاهز عنا وهيدي الروستو كمان. نحن طبعا بدنا نحط الروستو هلأ على النار لأن أكيد الروستو بدها شوية وقت. بالبداية نحن لازم نحمرها للروستو. أنا الروستو رح حمرها مع بصل وأيضا رح أحط لها كمان كرافس وحط لها جزر المواد المعطرة لتعطينا النكهة الطيبة. أكيد نحن الروستو هاي اللحمة بنجيبها شهباية من لحوم القصابة بنحمرها. فينا أكيد كمان نحشيها جزر وفينا نحشيها فستق حلبي وفينا نحشيها حسب ما انتم بتحبوا. نحن يمكن امرار كمان نعمل الروستو نجيب كمان لحمه وش فخد او لحمه فيليه ونطحنها على الناعم وكمان نحط بقلبها الفستق الحلبي. كيف لفيت الفروج قبل هاي الحلقه انا وياكم حطينا فروج مسحب بلا عظم وحطينا بداخله اسبانغ مع الفطر مع البصل اخذنا النكهه الطيبه. نفس الشيء بس اللحمه هون نحن بنطحنها على الناعم كمان بنمدها بألمنيوم فويل تحتها بنحط زيت نباتي وبنحط بنصها الفستق الحلبي او الجزر او الثوم حسب ما انتم بتحبوا وبنلفها كيف عم نلف الساندويتش وبندخلها اكيد هيديك نحن نشويها بالفرن على درجه حراره 180 درجه بدها حوالي الساعه تقريبا. هلا هون نحن الشهبايه روست بيف هاي الشهبايه نحن بدنا نحمرها راح نحط لها البصل معها وكمان راح نحط الكرافس. لكن حطينا بصل وايضا بدنا نضيف الكرافس كمان. الكرافس بيعطي نكهه كثير طيبه وايضا نكهه مميزه للروستو بس نسلقها. طبعا راح اقدم معها الصلصه اللي هي كمان رح اخذها من خواص اللحمه اللي عم نحصل عليها هلا لحتى ناخذ كمان نكهه اللحمه او نكهه الروست بيف للصلصه. هيدا رح اقدم معها انا اكيد كمان الجزر المسلوق. اليوم بدي اعمل الجزر بدي اطحنه مع كريم فريش كمان بدي اعمل البطاطا المسلوقه كمان مع كريم فريش وايضا البروكولي كمان بدي اطحنها مع كريم فريش بيعطوا نكهه كثير طيبه. لكن عندنا البطاطا والجزر والبروكولي واللحمه على النار. بعد بدنا نضيف لها الجزر وايضا حبتين من الورق الغار وبهالوقت انا بدي ارجع لعندي غيدا. شكرا شيف. رح نتابع هلا محطاتنا وكل اللي حابين يطرحوا اي سؤال على لما هي جاهزه معنا بالاستوديو لحتى تاخذ اتصالاتكم مباشره على الهواء. وايضا عندها اسئله من قبل وردت على الواتساب وشو في دخلك شو في؟ وجود؟ يعني هذا السؤال كيف ما بمشي على الطريق بيسالوني شو في؟ شو في؟ يا ريت عندي جواب لازم انزل على النيابه انا. لا دخيلي بيطلع فيه لا دخيلي بيطلع فيه بيقولوا لي شو في؟ بصير فكر شو في او عم بيسالوني شيء سياسي بعدين بقول لهم يعني يا ريت عندي جواب لكم. دخيلك ما تنزلي على النيابه. لا ما حانزل بصير ولا على الوزاره ولا على الرئاسه ولا شيء دخيلك بصير مستكرهني. بس شو في بالنسبه ل لموضوعنا نحن مثل ما قلت لكم غيدا يلي بحبوا يتصلوا فيه اجمالا كل نهار اربعة عم ناخذ اتصالات المشاهدات والمشاهدين حابين يسالوني شيء له علاقه بالميك اوفر. بس يا ريت يا ريت بتحطوا لي صوركم تبعتوا لي صوركم لحتى اقدر انا وانتم نكون عم نتواصل على نفس الموجه. يعني اذا بشوف صورتكم بقدر وانتم حابين انه اكيد بدكم انه تطلع على الهواء بنحطها على الهواء وبنحكي عنها. بس بحال انتم مش حابين انه تنعرض على الهواء بس بالقليله انا بقدر شوفها بقدر سجل وبجاوبكم مباشره. هيدي واحد ايه لانه ما بت... انا هديك مره هديتك الكريستال بول الكره ايه البلوريه تفصيل مش بس ما ثبتت معك وقتها بتذكر. لانه هلا في سؤال رح تشوفوا مهضمه صح. انا بشكرك اول شيء لثقتك فيي مجرد تبعتي لي سؤال يعني انت عندك ثقه فيي وبرايي. بس
بليز قولوا لي كيف بدي جاوبها لسحر. بونجور، انا سحر سمرة، سمرة شوي يعني نتفة حسب ايه، وحب اعمل شعري عسلي مثل بيونسي بس ما عم بيزبط مع الكوافير يلي بمنطقتي، فيك تساعديني اي نمبر بيعطيني عسلي حلو؟ انا شعري لونه بني غامق. ثانك يو. لا في اهدى مني. ايه ايه عن سحر اي نمبر؟ اول شيء اول شيء اي سمار انت، ما بدي اشوف شو لون البشره فيها تنتقل من الحنطه للشوكولا، يعني هيدي البشره السمراء. بس ما فيك تنكري انه اعطيتك هي مثل مين بدها تكون. ايه مثل يعني بيونسي، مش حتضيع جمالها. شايفه ايه شايفه ايه بيونسي. اوكي فعلا اذا الوحده رح جاوب بالمطلق، لانه بما انه ما بقدر بعرف انت بالضبط كيف لون بشرتك. اول شيء لازم تعرفوا شغله، بما انه هون عم تطرح علي موضوع اعطيني رقم الصبغه، ما في صبغه مثل ما هي بتنحط على الشعر. ليه الواحد بيروح عند الكوافير او عند الهيدريسر؟ لانه دائما في خلطه، يعني ما باخذ هيك بشوفها بالسوبر ماركت شوف بني يعني هذا رح يزبط على شعري، خاصه اذا انتم اوريدي صابغين شعركم، لانه الشعره المصبوغه ما بتلقط مثل الشعره الطبيعيه، والشعر اللي فيه شايب شاب بده كمان خلطات معينه لحتى ناخذ اللون اللي بدنا اياه. هي واحد. اثنين، فالبني عدة درجات انا ما فيي اقول لك عنهم، وبالاخص بيونسي. تنحكي عن بيونسي، اذا نحن بشرتنا مثل لون بشره بيونسي بالضبط، لانه بيونسي ميتيس عندها لون هذا الجولدن شوكليت الفاتح، دونك في خلطه ببشرتها اوريدي، ولون العسلي داخل فيه ثلاث الوان، عندها لون الباز يعني الروتس تبع شعرها، وعندها نوعين من الماش. دونك انا ما فيي ساعدك، الحلاق رح يعرف بالضبط شو يعمل لك يعني بخصوص هالشيء. لحتى ساعدكم يا ريت تبعتوا لي صور. كان لازم تحطي صوره بيونسي انت بس لازم. وبعدكم اكيد انه الشخص اللي ما بده صورته تطلع على الهواء، باكد لكم انه ما بتطلع على الهواء. صح، لانه في كثير ناس بخافوا من هالشيء. عنا اتصال لملوم. يلا صابرين، صباح الخير صابرين. لحظة، صابرين ولا صابرينا؟ صابرين صابرين، نفس الشيء نفس الشيء. صابرينا صباح الخير. صباح النور. حبيبتي زبطت معك، شفتي؟ كيفك وليدة؟ الحمد لله الحمد لله. كيفك انت؟ من اكثر المعجبين باكثر المعجبات فينا، وما في شك بتعبر دائما عن حبها لنا. بقى متشكر كثير وانبسطنا سمعنا صوتك. صابرينا زبطت معك امبارح، صابرينا بعثت لي انبوكس قالت لي انا ما مصدقه يجي بكره، بس يا رب يا رب يعلق الخط من العراق. اول شيء بدي سلم عليكي وسلم على كل اهل العراق، لانه عندي كثير من الفولورز من العراق، وبعرف انه بيحضروني انا بالذات، فسلم عليهم كلهم من خلال صابرينا. حبيبتي كيفك؟ الحمد لله، واكيد كل اهل العراق بيحبوكي ومتابعين عالم الصباح. حبيبتي انت ومشتاقت لك كثير بصراحه، كثير هالقد 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 مشتاقين لك، ونحن ناطرينك ببيروت. ان شاء الله ان شاء الله رح اشارك بالمسابقه ان شاء الله ان شاء الله. اي حبيبتي مدام رما، حابه تخصص حلقه عن التقصف اللي صار بالشعر، لان شعري شوي تقصف لما قصيته اخر مره. اوكي ما بعرف ليش. لقلك شغله، لا مش ضروري يعني، رح جاوبك لقلك على هيدا السؤال، واكيد بيفيد كل الفتيات والسيدات اللي شعرهم عم بيقصف. هلا انتي لاحظتي تقصيف قبل الصبغه او لا؟ لا لا بعد الصبغه. لا لما قصيته قصير فوت قصفه، هلا ما بقدر قصه بعد. اكيد لا، ما وين بدنا نقص صابرينا؟ لا ما بنقص، قلت لك حرام حبيبتي انقطع الخط. بالنسبة للشعر اللي بيقصف، هي عم بتقول بعد الصبغة وقبل قصته، مش هيك على القص؟ هلا إذا انقص بطريقة غلط يعني المقص منه مظبوط، بيقدر يأثر على الشعر. هي واحد. اثنين، صابرينا محجبة، دونك أكيد الحجاب بده إذا ما بعتني أنا بفروة راسي وبعتني بشعري اكيد بده يتعب. يعني بده كثير يتمشط، يعني السيده والفتاه اللي بتكون بالبيت بعد ما تشيل الحجاب بدها تمشط بالفرشايه شعرها، يعني 100 ضربه كل يوم الصبح وكل يوم عشيه لحتى نخلي الدوره الدمويه تفوت بالشعر. رح تقولوا لي كيف بيقصف الطرف وشو خص الروتس؟ دائما بيسالوا هالسؤال. دائما اذا انا
فروة الراس تعبانة، إذا عندي قشرة، إذا في شيء متعب فروة الراس دغري الشعرة كلها بدها تتعب، بده يصير في تقصيف، فبدنا ننتبه على هالشيء. ما بدنا ننام شعرنا مي ونضبه، لأنه إذا نمنا والشعرة مي بدها تتعب. بعدين الشعر هو ومي، أنتم بتمشطوه بعد الحمام مش هيك تنتيف؟ نرقع شعرنا. سو بنمشط الشعر بطريقة لطيفة لطيفة، نكون حاطين سيروم. مش بس أنا بحط بعد الشامبو بحط الكريم، لا، بدي حط سيروم للشعر. وبدي أنصح كل شخص شعره أشقر، شعره فاتح، ما يستعمل برودكت ملون. يعني إذا البرودكت تعرفوا في سيروم لونه على أورنج، لونه على أصفر، إذا حدا عامل شعراته كتير أشقر دغري بيدبغ، نقوا برودوي لونه أبيض، لونه ترانسفير شفاف. إن كان للشامبوان، إن كان للكريم أو للماسك أو للسيروم. اوكي، بنركز على الشيء لانه هذا كثير مهم. ودائما التقصيف لسوء الحظ الحل الوحيد والاسلم هو نقص اطرافه، بس اللي شعره قصير مثل صابرينا ما فيها تضلها تطلع مثله. بدك تطولي بالك وبدكم تقصوا اطراف الشعرات كل 4 أو 5 شهور مش كل شهر. بتعرفي الحلقة بتطعم مدام كل شهر ونص ومسيو بعدين وين بصير؟ انا جارسون؟ لا. اوكي؟ بقى ان شاء الله اكون فتك انا صابرينا بالاجوبه. أكيد، وشكرا كثير على الاتصال. طبعا من أكبر المتابعات لألنا. لألنا أكيد طول. وهذا الشيء هيك سررنا فيه يعني. هلا هون بموضوع التقصيف كمان، لما لأنه هلا فترة الصيف يعني كثير ناس ببلشوا هلا بيشعروا بهذا الشيء أكثر، ببلشوا بيحسوا إنه شعرنا عم بيقصف، يعني إن كان بين الشمس، إن كان بين البحر، بين الكلور، كل هدول الأمور بتلعب دور هلا بتصير، كيف بدهم يهتموا فيه؟ هلا وشو بيعملوا له أوقات لما بيكونوا على البحر كمان لشعرهم؟ 100%. صابرينا فتحتي لنا موضوع هلا حتفوتي عليه. البحر والشمس معروف إنه بيأثروا على الشعر، مية الملح ومية الكلور بالبولز أكيد بتأثر على الشعر. نصيحتي لإلكم قبل ما تنزلوا انتوا بالبيت شعركم ناشف، في عنا عدة برودكتس بتنحط على الشعر مثل الزيت، مثل السبراي اللي دراي، بتبللوا كل الشعر منيح منيح، بتخليه يشرب هالزيت اللي هو بروتكتيف، هو بيحمي الشعرة بغلفها. يعني اذا نزلتوا على المي على الكلور ما بيقصف. خلينا نوقف شوي موضوع التقصيف وناخد غادة حتى ما نطرها. اكيد اكيد. صباح الخير غادة. صباح النور، تفضلي. لما عم تسمعك لو سمحتي بدي اسالك سؤال صغير. تفضلي. بالنسبه شو رايك بالحنه للشعر؟ غدا، اول شيء من عم تحكينا؟ منك فرحيم. منك فرحيم، مش عم بسمع مزبوط. ايه صوت شوي واطي. شوي واطي. غدا، بالنسبه للحنه هلا رح اقول لك شو موضوع الحنه. موضوع الحنه اهلا وسهلا فيكي غادة. بالنسبة لموضوع الحنة، الحنة إلى وضع خاص. الحنة طلعت بمناطق يعني ما بيحبوا يعملوا شعرهم، ما بيحبوا يروحوا عند الهيدريسر. لقلك شغلة، أنا ما تخافوا من الصبغة، الصبغات ما بتخوف، هو اللي بخوف تفتيح الشعر وقتها بتشقري وبتعملي ماش، هيدا اللي بيضر. اما الصبغه بهالايام كل الصبغات الجديده ما فيها امونياك، صبغات صارت بتحترم الشعره، ما بتخليها تنتزع. فبعد انا بفضل 200 مره تروحي تعملي صبغه اذا بدك تعمليها، بس تكوني عارفه عن مين عم بتروحي. هلا الحنه مش مضره طبعا لانه برودوي طبيعي، بس في ناس بتحط لتغطي الشعر الاسود، بتحط حنه بيضرب على احمر، انت عارفة هالشي ما بياخدوا هاللون. وبعدين اذا حطت اسود بيطلع كتير غامق، كتير بيكبر، كتير بيتعب. فانا دايما بنصح ان الواحد يروح عند الهيدريسر. الحنة الترانسبارانت، في عنا حنة بتغذي الشعر، ما بتغير اللون، حتى من قد ما بدك. بس مش الحنة اللي فيها لون، فضل، لانه اللون دايما بيضرب دايما بيتغير. رح ناخد انطوانات. صباح الخير انطوانات. صباح الخير انطوانات، عم تسمعينا؟ الو، ما بفتكر أنطوانات، ما بعرف بعدها معنا. ألو، راح الاتصال، إن شاء الله بيرجع بيعلق معها. حتى ما عم نسمع على الإير بيس. معلش، إن شاء الله أنطوانات تبدو تلحقني ترجع تسأل. فهيدا بخصوص الشعر، يعني منكفي على التقصيف. منكفي على التقصيف. فدايما
تقصوا الشعر هو الدواء لكل شيء اجمالا، بس انه في واحد يقص يعني اطراف اطراف صغيره. ايه غيدا، بس في ناس بدها تطول شعرها، إيه. اذا كل شهر ونص بدهم يقصوا هالقد بصير معهم فرستريشن، يعني بصير معهم اكتئاب انه شعري ما عم بيطول. ما عليه، التقصيف موجود. يعني اذا بتركوا ثلاث اربعة اشهر ما رح ياثر، انه بالقليل بكون شفته طول شوي، برجع كل اربعة اشهر كل ست اشهر بقص شوي، ساعتها الا ما تقوى الشعر بهالطريقه. وبنصحكم كمان مشان اللي شعرها ضعيف، مشان اللي بتحس انه ما عم بيتحمل شيء، يعني ناقصكم فيتامينز، بدكم تاخذوا فيتامينز، بدنا ناخذ حبوب، مش بس بدنا نحط امبول على شعرنا او نهتم فيه. اخر شغله، بالصيف شعركم لازم يكون صحي اكثر من الشتاء لعده اسباب. وقتها بحط هالكريمات وبحط هالزيت بلفه على البحر، ما بتركه ضله ينشف كيف ما كان، بكون عم بعمل له باندويل متواصل. يعني الشعر بالصيف لازم يكون مرتاح اكثر. بعدين خففوا قد ما فيكم من البراشينج والاستشوارات بالصيف، لانه اصلا ما بيضاين. لاقوا الكوافير اللي بتلبق لكم الكوافير الصيفيه. شوفوا انا اذا لاحظتوا كل الوقت بالصيف برفع شعري بجدل بعمل كل شوفال لريح الشعر لانه ما بيضاين شيء. مزبوط مزبوط، انا بشهد على هالموضوع. لما بنشوفك نحن بكره ان شاء الله الصبح بعالم الصباح، رح نتابع بعد لحظات مع ضيفتنا، خليكن معنا. رح نتابع معكم حلقتنا لليوم. بدي ارجع اذكركم انه المسابقه اللي ابتدت معنا امبارح بخلال شهر رمضان المبارك متعلقه انه تبعتوا لنا صوره اي شيء انتم عملتوه بايدكم، كل شيء من صنع ايديكم، وهذا الشيء اكيد بتضمن حيالله لوحه، حيالله نبته، او حيالله زهره يمكن انتم زرعتوها، حيالله ديكور او اكسسوار انتم عملتوه بايدكم بالبيت وحابينه وحابين كمان تشاركوه معنا بعالم الصباح. كل شيء عليكم تعملوه تصوروه تبعتوه على رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح، وبكره رح يتم اعلان الصوره الرابحه، والفائز رح يكون عنده تذكرتي سفر الى فيينا تقديم شركه نخال للسياحه والسفر. رح نتابع هلا مع موضوع كثير مهم، موضوع اساسي جدا، لانه موضوع للاسف عم يتغلغل بكل المجتمع اللبناني وبكل المجتمعات العربيه والعالميه ايضا، انما لبنان دائما عم بيحاول يكافح هالموضوع لانه في كتير شباب بيلجأوا لهالموضوع ليهربوا من الواقع المرير اللي بيكونوا عم يعيشوه اوقات، وبيعلقوا بهالافة لسنوات طويلة. سناكل دو لا لوميير او علية النور هو موضوع حديثنا لليوم مع الجمعية اللي هالسنة عم تحتفل بالسنة العاشرة لإلها ولا بدايتها مع مساعدة الشباب. رح يكون معنا اليوم وديعة خير الله روكز، وهي مسؤولة محاسبة بجمعية علية النور. وديعة صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم صباح. بدي أقول فيكم لأنه أنت بس مش بس أنت موجودة معنا اليوم، إنما بتمثلي هالخلية الكبيرة اللي عم تشتغل لمكافحة هالآفة. أكيد ما في شك، ميرسي لكم. أنا اليوم كثير سعيدة، يعني أنا صرت ملتقية فيكم بالجمعية والشباب اللي بيشتغلوا معكم أكثر من مرة بعدد كبير من المهرجانات إذا فينا نقول والنشاطات اللي عم بتكون موجودة بعدد من المناطق اللبنانية. امبارح تحديدا بالليل كمان شفت كمان شبابكم بستاند بالمهرجانات رمضانية بيروتية، وطعموني بيتزا بتطير العقل تبعيكم وكل أنواع المعجنات اللي عم بتحضروها. كيف ابتدى العمل بالتحضير لهالجمعية من 10 سنين ووين صرنا بعد 10 سنين؟ من جديد صباح الخير للكل. جمعية علية النور تأسست سنة 2006 من قبل مجموعة من المتطوعين حبوا يكونوا عم بيساعدوا الشخص المدمن على المخدرات والكحول مساندة أهله. هون الأساس يعني مثل ما ذكرنا، لأنه في كتير شباب بيهربوا من واقعهم اللي عم بيعيشوه، في ناس بيبلشوا بطريقة خاطئة يمكن أو بطريقة الصدفة، يعني ناس بيقولوا بتكون تبدأ ولع وبتصير تبدأ دلع وبتصير بتصير ولع. أوقات للأسف في بعض الأشخاص المأزية اللي بتعطيهم إياها بطريقة الخطأ وممكن هن يعلقوا كمان فيها. هون علية النور كيف عم تلعب دورة على الأرض، يعني كيف عم تقدروا تساعدوا هالأشخاص المصابين، كيف عم بتروحوا لعندهم او هن كيف عم يجوا لعندكم؟ خدماتنا كجمعيه علية النور هي مقسمه على ثلاث محاور اساسيه اذا بدنا نقول. مركز التاهيل الداخلي للشباب بشباط 2016 افتتحنا البرنامج الخارجي اللي من خلاله بنقدر نستقبل كمان سيدات او صبايا، وبرنامج التوعيه والوقايه. اذا بدك نحكي خصيصا عن التاهيل الداخلي، اكيد
برنامج التأهيل الداخلي مدته 11 شهر بمركز التأهيل اللي هو بمنطقة عنايه جبال. بيكون الشاب عم يتحضر تدريجيا خلال هالفترة ليرجع ينطلق ويندمج بمجتمعه من جديد ويعيد بناء علاقة جيدة مع أهله، وبيكون بهيدا الوقت عم يستفيد من كل الخدمات اللي منقدمها بمركز التأهيل، كان على الصعيد الصحي، على الصعيد القانوني، على الصعيد التأهيلي. بيستفيد من كل الدورات التأهيلية، مرافقات فردية نفسية، مرافقات روحية، مرافقات ضمن جماعة، لأنه نحن مركز تأهيل مثل ما ذكرنا. وبيكون عم يستفيد من التدريب المهني والعلمي لحتى بالفترة بس تخلص ال 11 شهر يكون عم يترافق معنا ببرنامج تاني بفتكر رح نحكي عنه مفصلة. صحيح صحيح. بس أنا بدي أحكي كمان بداية لما بيوصلوا لعندكم وديعة على على المكان اللي هن بدهم يتم تأهيلهم فيه، هون يعني ذكرنا هلا احد المراكز اللي هو بعنايه بجبال، انما الصعوبه انه شخص فعلا يعني هو يقتنع لحاله ويجي، يمكن هذه كثير صعبه عم بتكون اوقات، الاهل قديش عم يلعبوا هذا الدور لحتى هن كمان يجيبوا هالشخص او هالشاب او هالصبيه اللي موجوده عندهم مصابه بالادمان من بالمخدرات او على الكحول، كيف عم بتلاقي التجاوب بين هالشباب وبين اهاليهم كمان مع الجمعيه؟ بصراحة ما بدنا نجزم انه ما في الاهل منهم عم بيكونوا حد ولادهم، في كثير اهل على قد ما بيعرفوا عم بيقدروا يكونوا حد ولادهم، نحن بس يتوجه الشخص لنا ببلش معنا بمكتب الدخول، وهون بتتحدد كل الاشياء اللي متعلقه فيه، يعني يكون ملف من قبل المساعدة الاجتماعية والاشخاص الثانيين اللي هن بمركز الدخول، على اساسه يحدد إذا هيدا الشخص بالذات يتطابق له أحسن بشفائه يكون التأهيل الداخلي أو التأهيل الخارجي. في أشخاص بيوصلوا لمرحلة بيكونوا فعلا خسروا كل شيء، هن بحاجة للتأهيل الداخلي. إذا بدي أحكي عن القناعة، مش عطول تنكون صادقين في القناعة الكافية، بس هي فشة صغيرة منه وموتيفاسيون زيادة من الأكيب تبعه للسناكل وأهله شوي صغيرة، هيدا الشيء بخليه يفشخ أول فشخة بالتأهيل. طب هون ذكرنا موضوع التأهيل الداخلي، شو بيتضمن التأهيل الخارجي وديعة؟ التأهيل الخارجي قلنا إذا الشخص وضعه بيسمح له أنه يكون بالتأهيل الخارجي بالبرنامج يعني ببيته الخارجي، يعني نفسه بيضل ببيته بيضل بمدرسته بيضل بجامعته، بيكون عم يترافق معنا خلال سنة. كيف مدة التأهيل الداخلي 11 شهر؟ تقريبا سنة بالبرنامج الخارجي. بنكون نحن عم نرافقه على كافة الأصعدة، لأنه مثل ما بنعرف المخدرات والكحول بتدق بالحياة على كافة مستوياتها، السلوكية، المهاراتية، النفسية، الاجتماعية، وكلها كل الميلات، من نفسيته، من شخصه إذا بدنا نقول، بنكون نحن عم نترافق معه لنرجع نصحح بعض الأشياء ونوجهه على كيفية سلوك طريقة جديدة خالية من المخدرات والكحول. طب اللي عم بتوجهوا لعندكم هن لحالهم أو حتى مع أهليهم، قديش عم بتحسي في تفاوت بالأعمار يعني، وعم بيكون أكثر في ذكور إناث؟ كيف عم بيكون يعني إذا فينا نقول الإقبال لعندكم؟ هلا لنقول هالاشياء، الشباب اكيد عم يرتادوا مراكز التاهيل اكثر من الصبايا هيدا، لانه مثل ما بتعرفي نحن مجتمع شرقي وعلى طول في صفه معينه بده يحطها المجتمع، ان كان العائله بتخاف بالفم الملقان انه تقول انه عندها بنت بتتعاطى، يمكن منشان هيك بنشوف شباب اكثر بمراكز التاهيل، انما قد ايه التعاطي انا بفتكر هيدا رايي الشخصي اشياء كثير متقاربه. وبالنسبة للأعمار تقريبا، بالنسبة للأعمار بدي أدخل معك شوي بدراسة لمكتب مكافحة الجرائم والمخدرات لليو ان او دي سي بال 2014. نتفاجأ من هيدا الشيء انه اول مرة بجرب الشخص بعمر 9 سنوات ياخذ مواد مخدرة، يعني ما كنت رح اقول شخص، كنت رح اقول الطفل، لانه مزبوط العمر شوي بنقز. وقديش ممكن الواحد يتخلص من هالإف إذا يعني دغري تلحق على أول بداية الموضوع؟ في أشخاص دغري بيكون عائلتها حضنتها، بدي أقول مش معناتها أنه غير هي مش حاضنة، بس يمكن بركة عائلة بتعرف تتعامل مع الشخص المدمن أكثر من عائلة تانية، هذا الشيء أكيد بيساهم بنجاح المسيرة التأهيلية. مسيرة التأهيلية يعني التأهيل هو أول فشخة بالشفاء. أنا هيك بشوف. صحيح صحيح. خلينا نشوف التي في سي كمان لسناك دولا لوميير. ما في شيء مستحيل مع يسوع، مع ربنا ما في شيء مستحيل. وشيلنا من أمور كتير صعبة بحياتي،
والموسيقى هي لغة حياتي. من خلال الكونسرت اللي هو موفينج ماونتن. إذا كان إيمانك تحب الخردل فيك تزيح جبال. الله اختارنا، يمكن ما في شيء بيصير بحياتنا بالصدفة. وديعة، هون كنا عم نشوف كمان الكونسرت اللي صار كمان ضمن إطار السيناكتو لوميير. هيدا العمل الروحي السنوي اللي نحن منقوم فيه. انا بدي اخذ هالفرصه لاشكر كل المتطوعين اللي هن لو منهم ما كنا بنقدر نقوم بهيدا العمل، وتعرفت على قسم منهم. صحيح صحيح، وكنت كثير فخوره هيك فيهم. بدي اشكرهم لان هن الى جانب فريق العمل ومؤسسين الجمعيه عم نقدر فعلا نستمر بهيدا الحفل الموسيقي الروحي لنعرف العالم على سيناكل دو لا لوميير، لنعرف الناس على مدار المخدرات والكحول، ولفعلا نكون عم نقدم وقت ممتع للاشخاص اللي بيشجعونا. وايضا عم بتحضروا لنشاط رح يصير قريبا هلا؟ رح يصير في نشاط كمان قريبا بمناسبه اليوم العالمي للتوعيه على المخدرات. هيدي السنه غيدا نحن قررنا بالجمعيه انه يكون عندنا كثير اطلالات عبر التلفزيون لننشر التوعيه فعلا، لان المجتمع بحاجه لهيدا الشيء. صحيح. ديجا صار عندنا اطلالات اعلاميه بكذا محطه وعبر الراديو كمان. كمان، وهون بدي اقول انه المصادر الجمعيه التمويليه من وين عم بتكون بالتحديد؟ لانه انتم بحاجه لدعم لتقدروا تقدموا الدعم لهالشباب والصبايا اللي عندهم هالمشاكل بالافه الاجتماعيه الصعبه اللي كثير، المخدرات والكحول. جمعية علية النور هي جمعية مجانية. نحن بحاجة أكيد لنأمل مصادر تمويلية لنسد مصاريفنا يعني. منشكر وزارة الشؤون للمساهمة اللي بتقدم لنا إياها. في عنا نشاطات على مدار السنة تنكون عم نأمل فيها المداخيل لنقدر نعمل تدريبات لفريق العمل، نضل عم نقدم بمهنية كتير عالية خدماتنا للأشخاص المدمنين على المخدرات والكحول. من هالنشاطات الاي اوكي بيتزا، منبيع بيتزا بمناسبات عده، عنا الجارج سيل منرجع منبيع اشياء كانوا تبرعوا لنا فيها الناس، كمان ريعة بيعود للجمعيه، في عنا الحفل الموسيقي السنوي اللي شفناه، في عنا فيلم سينما، وفي عنا الجود فيست والعشاء السنوي انطلقنا فيه بال 2015 وان الله راضي رح نكمل فيه هيدي السنه كمان. وين رح يكون السنه؟ بعد ما تحدد. أوكي. اول ما بيتحدد نترك لكم خبر، الى جانب اكيد مساعدات عينيه ان كان من اشخاص او من شركات، ومساعدات ماليه كمان على صعيد افراد ومؤسسات. اللي حابين يتواصلوا معكم وديعه شو بيعملوا؟ كيف ممكن يقدروا يخبروكم عن حالات الاشخاص اللي عندهم، او حتى اذا حابين يساعدوكم بالجمعيه؟ لحيلا حدا عايز حيلا استشاره، اذا في حدا بمحيطه بعائلته الكبيره بعائلته الصغيره بحيه بالمنطقه اللي هو فيها بده يساعده ما عم يعرف كيف، بيقدر يتصل فينا. رح اقول الارقام على في عنا 70-281-088، في عنا 09-478-937، هيدا رقم المكاتب كمان يحول إلى مكتب الدخول، ونحن حاضرين لنكون عم نوعي، عم نكون عم نضويله على مخارج كتير بتساعده لحتى يكون قادر عم يساعد الشخص اللي هو قريب منه. وعندكم كمان صفحة على الفيسبوك كمان للجمعية؟ عنا فيسبوك، عنا انستغرام، عنا تويتر، وعنا كمان عدة مقالات نازلين، إذا بنفتح على الإنترنت منشوفهم. معظمكم متطوعين يعني بالجمعية، أو كلكم تقريبا متطوعين يعني؟ في عدد لا يستهان فيه من المتطوعين اللي نحن عن جد هن الدعم لإلنا. وبالإضافة للاختصاصيين اختصاصيين اللي هن كموظفين، بس كلنا عنا نفحة هاي الرسالة لنقدر نكون فعلا بكل محبة عم نقدم خدماتنا لتوصل بمحبة تامة للأشخاص اللي هن بحاجة. طب كمان وديعة، بالنسبة للتأهيل الداخلي اللي مثل ما ذكرتي عم يستمر 11 شهر، نعم، كيف عم بيتم تقسيم العمل؟ يعني مين الأشخاص اللي عم يقدروا يتابعون؟ كيف عم بيكون في برنامج للعمل بخلال هال 11 شهر؟ الأشخاص اللي هن كاختصاصات عم بيرافقوا الشباب بهال 11 شخص، هن مربيين 11 شهر، هال 11 شهر هن مربيين، مساعدين اجتماعيين، معالج نفسي، في عنا أطباء نفسيين كمان بنتعامل
معهم، بس اكيد بذات الوقت نحن منفتحين على كل الاطباء النفسيين اللي هن بحبوا يكونوا عم بيتابعوا اشخاص معنا، عنا ممرضه. واكيد هذا شغل كثير كبير، وبدنا نحيي كل اللي عم يشتغلوا معكم بجمعيه علية النور او سيناكل دو لا لوميير، واكيد كل التوفيق لكل النشاطات اللي عم تكون موجوده على الارض وبكل الامكن اللي عم تتواجدوا فيها لحتى تقدروا تساعدوا هالشباب بكل الاعمار اللي معرضين لتعاطي المخدرات او الكحول. اهلا وسهلا فيك وديعة. شكرا غيدة. شكرا لكم. وبدنا نذكرهم انه رح يكونوا كمان لغايه 25 الشهر ان شاء الله بستاند لهم لسيناكل دو لا لوميير بمعرض رمضانيات بيروتيه بالبيال بوسط بيروت. اهلا وسهلا. ميرسي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، خليكم معنا. رح نتابع حلقتنا ورح يكون معنا هلا ضيفتنا بحلقة ولادي بالدنيا. اليوم معنا دكتور وفاء هيدموس حلاس، وهي حلاس سوري اختصاصية بتطوير الذكاء الدماغي او علم التطور الدماغي. دكتور وفاء صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستديو عالم الصباح. موضوع الذكاء كثير يعني كبير ومتشعب، اذا واحد فيقول انه موضوع الذكاء قديش ممكن يكون مرتبط فقط بارقام باي كيو، او قديش ممكن يكون مرتبط فعلا بامور عاطفية. صار واحد يقول الشخص مش مؤلف من اي كيو، مؤلف من اي كيو اي كيو. صح. الايموشن مظبوط. لانه هذا الشيء الكثير مهم، يعني صح. صار كل شخص ممكن يكون معدل بين اثنين لحتى يقدر يزبط حيتزبط حياته. مظبوط. صحيح. دكتور وفاء، بالنسبه لموضوع الذكاء، اذا واحد بده يعرفه فعليا على الارض كيف ممكن يحطه باي قالب معين؟ حلو. اول شيء بتشكرك غيدا ورمضان كريم على المستمعين. اللي بدي اقوله الذكاء تم تعرفته من كثار من العلماء، لكن انا بحب اعرفه هيك من وراء خلاصه دراسات بسيطة بشكل بسيط. كيف بوظف أنا مواهبي وقدراتي ومهاراتي بمكان المناسب وبالوقت المناسب لفيد الآخرين لأنا استفيد وكون فعالة. صحيح. سو هيدي التعرف السيمبل، يعني أنا شو الريسورسز، شو الموارد اللي الله عطاني إياها من هبات من مواهب، بلس شو اكتسبت من مهارات. صحيح. بالحياة وظفها، إن كان بعملي إن كان بعائلتي إن كان بتخاطبي مع الآخرين. تفضلتي وقلتي الإيموشنال إنتليجنس، اللي الذكاء العاطفي. صح. اللي اصبح اليوم من اهم الذكاء، النوع من الذكاء يلي رح نعددهم بعد شوي. سو هيدي التعريف البسيطه، اذا عرفت وظفتهم كون انا اذكى من غيري. مزبوط. كون انا انسان ذكي. مزبوط. يعني فاذا الذكاء لحاله ما بقى يفيد، بده يكون فعلا محاط بكل هالعوامل الثانيه لحتى واحد يقدر ينجح ويحقق ذاته بالمجتمع او بالمكان اللي هو موجود فيه. اذا بنبلش مع الطفل، يعني كيف الطفل بيكبر او بيبدا ذكي، وكيف ممكن ينشغل على او ينشغل. صح. على تطوير هالذكاء عنده لهالشخص. هلا يبدا الذكاء، هو بنعرف انه تقريبا 9 انواع ذكاء. هناك الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الميوزيكال، يعني في ناس. صحيح. بتحب ميلة موسيقى، في ناس ميلة على الطبيعة، في ناس انتربيرسونال أو انترابيرسونال. انترابيرسونال كيف خاطب نفسي، كيف بعمل كنترولينج لعواطفي، هيدي ذكاء. أكيد. كيف بقدر سوشيال لايف اتواصل انتربيرسونال، كيف اتواصل مع الآخرين. صحيح. ذكاء الاجتماعي. كمان ذكاء الاجتماعي وما إلى هناك، يعني ذكاء الجسدي بالرياضة وما إلى ذلك. إذا لما نتطرق لكل هالأمور خلينا نفوت بموضوع. صح. الطفل. الطفل ينمى الذكاء من حين وجوده بأحشاء الامرأة، وهذا الشيء العلم بأكده وكلنا بنعرفه، لكن كيف بنميله ذكاء، كيف بلش خاطبه من حين عن جد يقدر يسمعني أكثر ما بنتصور أنه هو ذكي وقادر أنه يستوعبني ويسمعني. يعني من حين 3 أشهر 4 أشهر ممكن سمعوا الموسيقى اللي أنا بحب أسمعها، الأم بتحب تسمعها، بيتهوفن، يمكن باخ، يمكن موزار. أوكي. خاطبه. يعني أحكي، عشان هيك بيقولوا بينصحوا المرأة أنه تكون أندر كنترول، ما كتير تكون معصبة بهالفترة، تشتغل على حالة لأنه
بيتأثر الجنين بكل شيء بصير بعلاقتها مع زوجها، بعلاقتها مع المجتمع، عشان هيك بتبعد عن كل شيء بضيقها بهيدي الفترة. من هون ببلش يتأثر، عم خاطبه يعني بتخاطبه اليوم مثلا رايحين مشوار أنا ودادي لنجيب لك أغراض الهيدا، سو من هون بنبلش نلفت له نظره. صحيح، إذا بدنا نفوت بالأتنشن نحرك كل الحواس تبعه، نحرك صحيح يعني بالمخاطبة بالمداعبة باللمس، إذا السمع البصر بعدين هي بتصير واللمس، هن الحواس يلي بدي استخدمها بالتواصل معه. مزبوط. سو من هون بتبلش العملية من حين الوجود بالأحشاء، بتكمل العملية لحين تقريبا سنتين أو ثلاثة ب سكيلز معينة، وبعدين ثلاث أربع سنين لسبع سنين حين تقريبا بتكون نصقل الذكاء عند الولد، بتكون أساليب كمان مختلفة. إذا دايما نقسم نحن التواصل مع الطفل لشقين أو ثلاثة لمرحلة سبع ثمان سنين، عندما يكون مش معناتها أنه خلصت مهمتي هون، أكيد أكيد، لكن بكون أعطيته أنا كأم أو كأهل، لأن الكل مسؤولين، إن كان المعلمات المعلمين بالدي كير بالنيرسيريز بالحضانة يلي هني كمان مسؤولين عن هالشي، يلي هي برامجنا تدريبية بتوصل لهالشيء كمان، حتى البي مسؤول اكيد في ده. لو في اباء بيستغرب بيقولوا كيف بدي احكي مع البطن، بحسوا حالهم انه بغنجوا بيجوا على شيء اتس فيري امبورتنت، لان هون عم بيشغلوا له عواطفه انه نحن بنحبك. اهم شيء انه تحسس الولد من هو عن جد وصغير بس يخلق انه نحن بنحبك، لنسال له نبلش نسال له شخصيته. مزبوط. وهون كمان لانه بنعرف قديش الولد بيتم تسميته بالسبونج او بالسفنجه بالعمر الصغير، انه بيعتبره شو ما بتعطيه لانه هيك بعده صفحه بيضاء جاهز يمتص كل شيء، شو ما بتعطيه هو جاهز لحتى ياخده 100%. وانا هون بحب ركز على نقطه معينه اللي هن ثلاث اشياء او ثلاث عناصر اساسيه بتنميه المهارات عند الولد، يلي هي اول شيء الاتنشن، كيف بلفت له نظره حسب الالوان، اذا بدي حفظه مثلا اسماء بقول له مثلا تيتا او ماما او whatever، وبرجع بعيد يعيدها من وراي حسب اكيد باعمار معينه، هون سنه سنه ونص سنتين. ثاني نقطه يلي هي الميموري، بصير يخزن عنده. مزبوط. انا كيف بدي اتاكد انه خزن؟ برجع بساله اياهم، اكيد ما حفظه بلا بدي حفظه ثلاث اربع اسماء بزيت النهار. لا. الاهل كمان بدهم يعرفوا كيف يتروا شوي لانه ستيب باي ستيب. وهيدا الشيء انه نحن بدوراتنا بالورك شوبس اللي بنعملهم بنعطي التقنيات كيف عمليه، عم نشوف صور هون عم تمرق صور عن جد كيف انا بتواصل من خلال التواصل مع الولد ليطلع لي طفل افضل واذكى. ثالث نقطه قلنا الميموري ثينكينج، يعني بهالوقت ببلش يفكر شو تعلم ليبلش يطبق. اذا ثلاث عناصر كثير مهمه لازم عن جد كل ام وكل اب وكل حدا له تعاطي، حتى الجد والجده. صحيح، يعني حضورهم بيكون كثير مهم بحياتنا. ونحط اجمالا هلا لان المراه تعمل بجهد والاب، سو اوقات بحطوا قبل الحضانه بحطوها عند التيتا والجدو الله يخليهم. اكيد. سو كمان هن لازم يعرفوا انه دونيتو يعني جيفينج اول او نعطيه كثير للولد. صحيح. كمان غلط نحدد له الاشياء ونحدد له وقت اللي بنكون معه، هيدي كثير مهمه. صح. ومن هون بيتشوق للحصه الثانيه اللي بنكون فيها. يعني كمان مهم كثير واحد يعمل له التنظيم المعين، يعني مثل ما ذكرتي مش يخلي كل شيء متاح قدامه مفتوح، انما يبلش يعلمه على النظام كمان بهالعمر الصغير. في شيء اسمه كواليتي تايم، يعني اعطيه وقت الجوده، حتى لو نص ساعه الام اجت من عملها، نص ساعه بس هالنص ساعه كومبليتلي لإله، يعني ما في موبايل، ما في شيء، ما في واتساب، ما في. سو هيدي نقطه كثير مهمه. زاد الشيء الاب، يعني لما بده يجي يحسسه بهالشوق ويحسسه انه انا اعطيتك هالاتنشن، هالتسكير، هل شو خلقت لي من امبارح لليوم؟ هي طبعا بالاربع خمس سنين، يمكن عم نحكي باعمار ديفرنت ايجز هلا، لا يقدر عن جد يحس هالولد انه حتى لو وقت قليل بس وقت مثمر. صحيح. ووقت مهم لانه يكون معه، لانه ياخذ كل الاهتمام، وهيدا الاساس كمان. صحيح. بهذا الموضوع دكتور وفاء، ذكرتي موضوع الورك شوبس او ورش العمل. صحيح. كيف عم بتكون هالورش وكيف عم تشتغلوا مع الاهل مع الاطفال كمان، يعني كيف عم تقسموا هالورش العمل؟
العمل. اوكي، احيانا كثير بيطلبونا بمدارس، اوقات كثير بيطلبونا بديكرز، عم نتعاون كمان مع النقابات لانه هالمواضيع عم بتهم الاخرين وعم بتهم الاهل بنو خاص، يعني نحن عم نتوجه دفنتلي للاهل ولل بالنيرسريز بالمعلمات اللي هن بالديكر، كلهم بحاجه عن جد لعمليه التواصل. صحيح. هي كيف عن جد بصغيله بشكل هيدا بقشع او كيف خليه يقشع مزبوط، وكيف بحرك له هالحواس يلي هي كاينستاتيك، بنقلها اوديتوري فيجوال كاينستاتيك، البصري السمعي والحركي. سو هودا ثلاثه كلهم بنعلمهم كيف عمليه التواصل، واسمع له. ايه كثير مهمة انه اعطيه من وقتي واصغي. صح. اصغي له، يعني مش بس انا خبره، بدي اساله ليجاوب. هيدي عملية الحوار رح نعلمهم اياها تقنيات، اوقات نحن بنعمل بابليك، يعني كل شهر شهرين بصير في طلب، بنعمل بابليك سيشن، بندعي بنعممها ويلي بحب يتسجل بيتسجل، بنعملها in different places حسب او بفنادق او بديكر معينه او بمدرسه بالاتفاق معهم، هيك أكيد. بتصير دوراتنا التدريبيه بهالاطار. ومن ابرز الامور المهمه الواحد يركز عليها هي موضوع انه الواحد يعطي الثقه للطفل انه انت ذكي وانت قوي، يعني صح. حتى كثير اوقات بنشوف لما في كثير من الاشخاص اللي وصلوا لمراكز كثير مهمه كانوا واجهوا الفشل وواجهوا كمان امور كثير صعبه، حتى من بيناتهم اكثر شخص بيعتبروه او بيصيروا بيسموا اسمهم اذا بيقولوا عبقري بيقولوا اينشتاين، وكانوا لاقينه انه هو ما حيطلع منه شيء. صحيح. ومن بعدها فرجيهم العبقريه كيف بتكون. صحيح. سؤال كثير حلو، ونحن كل الورك شوب تبعنا بيزد اون اينشتاين وسقراط، يعني اخذنا هالميثودولوجي وعم ننمقها، اخذتوا العلمي صح يعني واكثر والفلسفه ودمجناهم مع بعض بهالورك شوب. بحب اقول هون انه نقطه كثير مهمه طرقتي حضرتك لغيدا، يلي هي كيف ندمج هالشغله وكيف بنوصل لنقدر نوصل افضل رساله لإله ليفهمنا مزبوط. عمليه التواصل انه انا احكي بلغته. ايه. هيدي النقطه الاساسيه انه انا احكي بلغته ودائما حسسه انه انت بتقدر. ايه. وانت ذكي. واوقات الخطا الكبير بين الاهل بيقارنوا. ايه. بين ولد وولد. ايه. لانه في عنا ولد دائما ما بدي اقول اقل ذكاء، بدنا ننتبه لانه ذكاء متعدد. يمكن ذكي اتجاهه على الموسيقى بيقولوا هيدا فاشل. للاسف الشديد. مزبوط. بينما الاتجاه على العلم والاتجاه على هيدا بيقولوا واو ابني هيدا لامع. هون شو بتسبب لاخو او اخته؟ بتسبب مشاكل كثير كبيره واحباط. سو انا بدي اعزز له، حتى لو رسم لي رسمه واو كثير بدي اعزز له اياها وحفزه، وانت كثير مبدع وخلاق، وامشي معه بالامور. عشان هيك اليوم كل الاهل بدهم ابنهم حكيم او مهندس. او هيدي الترند. لا، خلينا نشوف شو اللي بحب، شو بينجح فيه ليقدر ينجح بحياته. لما نتطرق لاشياء ترندز هلا اللي ماشي، الاخطاء اللي ماشيه هي نتيجه تربيه. اكيد. ومثل ما فرقت التربيه من قبل لليوم، يعني انا بعلم من 25 سنه لليوم، من 5 سنين 6 سنين بركي اكثر تغيرت كومبليتلي. صحيح. صارت بتدهور وحضرتك قادره. سو هون كمان البيت له دوره، البيئه اللي عايشين فيها لها دوره، يلي هي المدرسة أو الديكير الحضاني يلي عم بيروحوا عليها، الأهل الجد الجدة، الثقافة يلي عم يتناولها من هالبيئة مع ثقافة الأهل يلي هن حاضرين أنه يعطوا الأفضل ليكون أفضل ولد. وهيك نحن إذا عرفنا هالشي نقدر يكون عنا الولد الأفضل والولد الأزكى. صحيح. يعني هذا أهم شيء واحد لازم يركز عليه، ومثل ما قلت الوقت الجودة، وواحد ما يقارن. صح. ودائما يعطي الاصغاء الكامل لطفله، يعرف هو شو بده لحتى يقدر يقدم له هو الاشياء. صحيح. اللي كمان يقدر يعطيها لحتى يقدر يحس انه هو فعلا احاطه بكل شيء بحاجه له. مزبوط. في ورشه قريبه كثير هلا جاي، بدنا في ورشه قريبه هلا بجولاي ان الله راد، بعد رمضان، بعد العيد، بعد الفطر اكيد رح نعلن عنها، تقريبا حوالي 10 او 11 شهر رح نعلن عنها قريبا ونعلمكن. أكيد. ونتأمل انه الكل يتواصلوا معنا على بي سي تي اس. فيني اعطي اكيد اكيد تفضلي دغري. اوكي، فيهم يتواصلوا معنا على بي سي تي اس على الفيسبوك، تويتر، انستغرام، لينكد ان، وعلى ارقامنا يلي هي 013824023824002 و761166643. نحن بانتظارهم، بانتظار كل ام او اب
أو أي حدا بحب ياخد تقنيات جديدة صحيح. للتعامل لتصبح حياتنا أسهل أكيد. ونحصل على نتائج كمان نتائج أفضل. شكرا كثير لك دكتور وفاء، أهلا وسهلا فيك، رح نتابع بعد لحظات، خليكن معنا. رح نتابع محطاتنا، وتاني وقفة لنا هلأ رح تكون مع الشيف حسين ورشد بلح. صباح الخير لكل المشاهدين، بنضموا لنا هلأ من جديد مثل ما بلشنا نحن ببداية الحلقة، الروست بيف أو الشهبية على النار، خلينا نشوفها أنا وياكم وين صارت وقد ايه صارت مستوية. لكن هيدي الروست بيف مع المواد المعطرة، الكرافس والجزر والبصل والروائح الطيبة. البطاطا عنا على النار، كمان حاطين نحن الجزر على النار. هون نحن بلشنا نحضر كمان لصلصة الهليون. طبعا نحن هون بنحب نقول شغلة انه الهليون نحن جايبينه أخضر، سلقناه مع شوية ملح، رشة ملح صغيرة ورشة كربونات لحتى يضل محافظ على اللون الأخضر تبعه. حتى بس نشيل الهليون من النار، من المي اللي عم تغلي لازم نحطه بمي وتلج كمان لحتى يحافظ لنا على اللون الاخضر. لكن حيلا نوع من انواع الخضار بس نشيلها من المي اللي عم تغلي لازم نحطها بمي مسقعة لحتى تضل خضرة. هون انا وياكم خلينا نبلش نحضر لصلصه الهليون. حاطط انا هون خردل وحاطط هليون، هلا حاطط كمان عصير حامض، وبضل في عنا بدنا نضيف زيت الزيتون. لكن حاطط خردل وحاطط هليون، بس فينا نضيف اوكي كان هاي الصلصه نحن عم نحضرها هلا. بضل في عنا السلطه اللي هي نحن نطرتنا لحتى نسكبها، اللي سلقنا الهليون وايضا سلقنا كمان عم نسلق الجزر وعم نسلق كمان البطاطا، والبروكولي جاهز عنا فينا نجيبه نحن فروزن بيكون مسلوق، بس بدنا نطحنه مع شويه من الفلفل الابيض وايضا شويه جوزه الطيب، بيعطي نكهه كثير طيبه وايضا نكهه مميزة. لكن هيدا الصلصة حطينا نحن هون حطينا زيت زيتون وحطينا عصير حامض وأيضا حطينا الخردل وحطينا الهليون، هيدا صلصة الهليون. هلأ رح نحطها على وجه صحن السلطة اللي رح أقدم معه البندورة الكرزية، ورح أقدم معه كمان فطر طازج، وأيضا رح أقدم معه الخس الفرنسي اللي كتير طيب، اللي هو عبارة عن لولو روسو وايضا خس مشكل، بيعطوا نكهه كثير طيبه لهيدا الطبق. بس ولكن صلصته لان احنا حطينا بالصلصه دخلنا الهليون كمان رح تعطي نكهه كثير طيبه. بهالوقت انا كمان بدي احط السكر على النار، بدي احط القطر. ليه بدنا نحط القطر؟ لحتى القطر من هلا نحطه على النار ليغلي، نحن بدنا اياه يكون فاتر، بس بدي احط بقلبه المعكرون. نحن اليوم عاملين المعكرون، حاطط كوبين من السكر، وهلا رح ضيف كمان كوبين من المي، وبدي حطه على النار، وايضا حط له عصير الحامض وحط له ماء الزهر وايضا ماء الورد. لكن حاطط كوبين من السكر، وهلا عم نضيف كوبين من المي. وبهالوقت انا بعد ما ضيف المي رح حط السكر والمي لحتى ناخذ القطر ويغلي، ونحط له مثل ما خبرتكم ماء الزهر وماء الورد، ويصير فاتر عنا لنحط فيه المعكرون. وانا هلا برجع عندك غيده لك ولضيوفي. شكرا شيف. رح نتابع هلا محطتنا مع دكتور غسان حنا، وصعب كثير.
فاذا دكتور غسان صار موجود معنا اليوم، واليوم رح نحكي عن نوع ايضا متعلق بالاحتياجات الخاصه، انما هالشيء دائما ما بيوقف بوجه حدا، وحتى الفنون التشكيليه بتكون جزء اساسي من حياتهم. دكتور غسان صباح الخير. صباح النور هيدا. واليوم فعلا الموضوع كثير مهم، لانه بنشعر قديش كل الاشخاص اللي عندهم احتياجات خاصه بيكون عندهم مواهب كثير مهمه بمكان اخر، وهون بيقدروا يوصفوها كمان باي نوع من الفنون. اليوم صح. بالتحديد رح نحكي عن الفنون التشكيليه مع ضيوفك. صح غيدا، انا بدي اقول عبر عن فرحتي انه اليوم انا معك. اي انا وياك دائما انبسط بس اكون الاربعه سوا. حبيبتي غيدا، بدي ارحب معك مع السيده باسكال خير الله وعبد الله عليه، اهلا وسهلا فيكم. ميرسي مدام باسكال. غيدا، بدي اقول انه انتم مدام باسكال انتم بتنتموا لمؤسسه الاب اندوخ للصوم. نعم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك عبد الله. اهلا وسهلا فيك عبد الله. اهلا حبيبي. مدام باسكال، معك اول شيء بدي اعرف، عارفين عن مؤسسه، كيف تاسست، مين اسسها؟ مؤسسه الاب اندوخ للصم هي اول مؤسسه بلبنان وبالشرق الاوسط تعنى بالاعاقه السمعيه، تاسست سنه 1957 على ايد فادر اندوخ اللي اجى من هولندا، وبلش المؤسسه هون بلبنان، ومنها انطلق لاسس مؤسسات ثانيه برات لبنان، منها بالاردن بعدها موجوده لهلا، ومؤسسات اخرى كمان كان في تعاون بينها وبين مؤسستنا. لكن بين لبنان والاردن. نعم. انتشار هيدا كانت البدايه. هلا المؤسسات ما بقى منتمية لبعضها، يعني صارت كل مؤسسه مستقله بحد ذاتها، بس هيك كانت البدايه. كل بلد عندها خصوصيتها المعينه. نعم. هلا نحن نحن المؤسسه يعني باسم مؤسسه الاب اندوخ هي بس بلبنان. طيب هي مؤسسه بتهتم بالإعاقة السمعية بس، بالأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية. نعم. يعني محددين بس بالأمور الإعاقة السمعية. نعم. هي مؤسسة رعائية بس كمان تعليمية، يعني مؤسسة بتتبع منهج الدولة، في عنا طلاب من عمر 3 سنين للبروفي. نعم. هون بدي أعرف. منهج الدولة الرسمي. صحيح، منهج الدولة الرسمي. نعم. بنتابعه بكل الصفوف من الحضانة للصف التاسع. وتلاميذنا يعني ناطرين هلا النتائج، في عندنا 5 طلاب قدموا بروفي السنه. نتامل يا رب انه يتم ان شاء الله. اكيد هي ناطرين على هيك بتعرفي حايسين تنعرف النتائج. لا يلا ان شاء الله، اكيد ما في شك انه بس يكون في متابعه مضبوطه من قبل هيك جمعيات بيكون كمان الحافز اكثر عند الطلاب انه يقدروا يقدموا ويعطوا نتائج افضل كمان بالامتحانات. يعني هي بتعرفي هيدي اول خبره بالامتحانات الرسميه وهيك شوي بيكون لها رهبتها عند الطلاب. يلا بنتامل خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. اكيد اكيد بالنجاح الدايم. بس باسكال، انا بتصور اول سؤال بيتوارد على ذهننا واكيد المشاهدين، كيف بتعملوا عن جد هالبروجرام الرسمي اللي هو هالقد مشبع بالمعلومات وبالافكار وكيف بيقدر شخص سوري على السؤال ما عنده هالطاقه هيدي او هالحاسه يقدر يتفاعل مع هالبروجرام، من عم تحكي من الحضانه للترمينال، يعني انتم بتغطوا كل المدارس الصفوف الدراسيه. كيف ممكن؟ هي كل مشكله بيعاني منها الانسان بده يلاقي الطريقه ليتخطيها ليقدر يفوت بكل السيستم. يعني نحن مشكلتنا شو هي؟ مشكلتنا انه نحن ما عندنا حاسه السمع او ما عندنا اياها بدرجات معينه، لانه هي فقدان السمع ما بيكون بنفس الدرجه عند كل الناس، يعني في ناس عندهم فقدان سمع عميق جدا، في ناس عندهم اياه اقل عمقا وبيقدروا يستفيدوا من سماعات بدرجات معينه. هلا نحن مجرد ما الحاله تشخصت، مجرد ما الطالب وصل لعنا على المؤسسه مع الوسيله السمعيه المساعده يلي بيقدر هو يستفيد منها، من هونيك بنبلش نحن ننطلق، بنبلش نتخطى حاجز اللغه يلي هو العائق الاساسي. صح. اول ما نبلش نقدر نخلي هالطفل يبلش يتعرف على صوته، يبلش يطلع صوته، يبلش يحكي، من خلال هيدا الموضوع بلش ننطلق لنتعرف على الاحرف، لنتعرف على معاني الكلمات، ان كان معانيها بالصور بالوسائل البصريه، ان كان معانيها اوقات وقت اللي نحتاج طبعا بالاشاره، لانه هي اللغه يلي بيتواصلوا فيها الاشخاص اللي عندهم اعاقه سمعيه بينهم وبين بعضهم. شوي شوي بنبلش نتعرف على الكلمات، الكلمات هي بتكون لنا الجمل، الجمل بنبلش منا نفوت على شرح الدروس طبعا مع اختلاف الاعمار. هلا اكيد ما رح نقدر نتوصل وبنتمنى نتوصل ليوم انه يكون الطالب الاصم
يوصل لنفس الصفوف بنفس الأعمار. عندنا حالات كتير بتقدر توصل، في عندنا حالات أوقات بتاخد شوي وقت أكتر. كمان هذا الموضوع بيتعلق بالطفل، أي عمر إجا لعنا، أمتى بلش يستعمل سماعاته، قديش قادر يستفيد منهم، وشوي شوي ببلش يفوت بسيستم، بلش يتعلم الدروس مثله مثل حي الله طالب، طبعا بوسائل المساعدة المتخصصة بكل حالة. نعم. وهيك بنقدر ندرس كل الدروس، بنوصل لناخذ شيمي وفيزيك وكل شيء، ونتوصل لنقدم مثل ما هلا مقدمين بروفيسور. كل المواد سانز بدون اي استثناء. صحيح بدون اي استثناء، كل المواد عم يتعلموها الطلاب. يعني بتصور قديش الجهد الهائل اللي بتعملوه تتوصلون للشباب لو بتاخير شوي. وهن كمان بيعملوا جهد كثير حلو كمان لحتى يقدروا يتابعوا الدروس. بس قال اكيد بتصور كمان يعني الاكيد منهم هو بيقعد متعددي الاختصاصات بالمدرسه يعني طبعا نحن بالمؤسسه مثل ما في المدرسين يلي بي بي باختلاف المواد وباختلاف الصفوف، كمان عندنا الاكيب يلي بيختص بالسمع، يعني عندنا اخصائي نطق، عندنا الاكيب يلي بيختص بالسماعات بتظبيط السماعات بالاشاره. نحن بالمؤسسة الإشارة لا تعتمد كمادة تدرس. أها. أوكي. لأنه نحن يعني هدفنا نحفز الطالب إنه يستعمل صوته قد ما بيقدر، يستعمل التواصل المتعارف عليه بلبنان. نحن بلبنان منا بلد بيتعلموا الناس الأصحاء بيتعلموا الإشارة لحتى يقدروا يتواصلوا مع الشخص اللي عنده إعاقة سمعية. مشان هيك نحن منجرب بالإضافة للإشارة اللي هي لغتهم هن بين بعض، اللي هن بالأحرى بالمدرسة نحن إذا بدك نحن منتعلمها منهم بدل ما نحن نعلمهم إياها. نحن منتعب جهدنا أنه هن يقدروا يوصلوا اللي بدهم يوصلوا لغويا، وإذا تساعدوا بلغة الإشارة مش غلط. بس من احنا ما بنعلمها كماده دراسيه. نعم. بس قال بيسرك على المعرض. نعم. عندكم ما رجع عملتوا معرض و صحيح. المعارض كيف بتوجهوا، شو الهدف منه؟ نعم، نحن صرنا كذا سنه عم نشارك بعده معارض، كان بالمؤسسه وبراتها، كان نحن بنعملهم ولا براتها، وطبعا بدعم كبير وبتشجيع من رئيس مجلس الاداره دكتور توفيق طقشي يلي على طول بيساعدنا لحتى نقدر ننمي هالمواهب عند الطلاب. كل سنه بنشارك بكذا معرض، خاصه المعارض المتعلقه بالفنون، واللي السنه مثل ما حضرتك كنت عم تحكي عن الاشاره، نحن السنه معرضنا هو تعريف الاشاره للأشخاص يلي ما عندهم إعاقة سمعية، يعني الطالب يلي عنده إعاقة سمعية بتعلم اللغة العربية المحكية، بتعلم اللغة الفصحى لحتى يقدر يدرس، بتعلم إنجليزي أو فرنسي على حسب المدرسة يلي بيكون منتمي لها. بس العالم نحن يعني هو بيتعلم لغتنا، نحن ما بنتعلم لغته. هيدا المعرض كان واحد من أهدافه إنه نعرف الناس على لغه الاشاره. ومن هون اسمه ريد ماي هاندز، يعني صحيح. اسمه كثير حلو لاسم المعرض. نعم، يعني انتم لازم تقروا ايدي مثل ما هو عم يحكي لهالطالب. نحن وقت نكون عم نتواصل اوقات تكونوا ناس هيك محمسين عم يحكوا مع بعضهم بيقول لك ريد ماي ليبس يفهم علي. نحن عم نجرب نوصلها كمان بطريقه الاشاره. وهالسنه كان معرضنا برات المؤسسه، كان معرضنا بجاليري اكزود، بهالجاليري اللي عن جد قدموا لنا كثير مساعده وكل التسهيلات اللازمه لحتى يكونوا رسوم تلاميذنا والتعبير من خلال هالرسوم موجود عندهم الجمعه الماضيه ولحديث امبارح كان اخر يوم. عرفت باسكال انه عبد الله عنده رسم كثير حلو بالمعرض. نعم. صح؟ هلا حال بنشوفها على الاكرام. نعم. عبد الله بونجور. بونجور. انت منيح؟ ايه منيح. قد ايه عمرك عبد الله حبيبي؟ عمري 12 سنة. برافو، 12 سنة، وقد ايه صار لك بالمدرسة؟ 7 سنين. 7 سنين، برافو، يعني فتنا كان عمرنا 5 سنين. ايه. مظبوط؟ مظبوط. برافو. عبد الله شو حابب تعمل بعدين بالمستقبل؟ بحب مثل، غني، مثل جورج خباز. بتحب تعمل تغني وتمثل مثل جورج خباز. يعني كوميديا تكون ضحك الناس، مظبوط؟ ايه. برافو يا حبيبي. بتحب تغني؟ ايه. بتغني؟ حالي تعباني. بتحب تغنيها؟ ايه. عن جد؟ طيب يلا سمعنا هيك لنشوف. حالي تعباني يا ليلى، خد بما فيش انت غني يا ليلى، ونحنا درويش. برافو. انت بيواتي ونحنا بيواتي، كل لحظة تبقى نجدياتي، أرض لعنا وبلدي جاتي، انت معوتي تمشي على الريش.
برافو عبد الله، اتفضل عليك. برافو. هذه مين علامتك؟ مين علامك يا ابو زهر؟ باسكال. مس باسكال. مس باسكال، بدنا نحييها لمس باسكال. اكيد يعطيك العافيه. ثانك يو. ثانك يو. وبنضل نعلمه الاغاني يا مس باسكال. الله راد، الله راد. في كذا غنيه هلا عم تتحضر، كانوا عم يتعلموها كمان. بس بتعرف يعني اوقات على تعدد النشاطات اللي بيكون بخلال السنه، في اشياء بينعمل لها ايفنت تبين فيها مثل المعرض يلي حاليا مشاركين فيه، وفي اشياء بتكون عم تتحضر لايفنتات لاحقه كمان بيرجع بيقطعوا فيها. طب باسكال، انا دائما عندي السؤال، حد هالبروجرام الشارجي اللي هالقد هو درس ومدرسه ونحن بنحس قد ايه ثقيله علينا حتى بالحالات الوضعيه العاديه، نعم، انتم كمان نشاطات رسم وهيدا، قد ايه عم تقدروا تلاقموا بين هالخطين هول، وقد ايه هالشيء عم يغني التلاميذ عندكم؟ نعم. يعني بتعرف يعني الولد يلي ما عنده ولا اي مشكله بحاجه لتنفيس بين الدروس، يعني بحاجه لحصص فنون، لحصص رياضه، لحصص تمثيل، لحصص نشاطات، لنشاطات بالمدرسه ونشاطات خارج المدرسه. وهيدي الاشياء اول شيء بتريحه شوي من ضغط الشغل وضغط المدرسه، ثاني شيء بتحفزه وبتعطيه طاقات لحتى ينطلق لمجالات ثانيه. احنا مثل ما بنعرف كل انسان عنده قدره معينه وعنده مواهب معينه، اذا نحن ما بنلاقي المجال لحتى نفتش عليها يمكن هو بعدين ما رح يقدر كمان يلاقي المجال لانه يكتشفها. يعني مش كل العالم رح يكونوا مهندسين واطباء، في ناس رح يكونوا فنانين، في ناس رح يكونوا بحبوا يشتغلوا مهن. نحن هدفنا وشغلنا كمؤسسات وكمدرسين انه نضوي على كل نقطه قوه عند الطلاب، وخلال من خلال الفنون عم نكتشف كثير مواهب عند طلابنا، وبالاخص الشخص يلي عنده اعاقه سمعيه يلي اللغه والتوصيل والتواصل والتعبير بالنسبه له هي اكبر حاجز. الفن هو بحد ذاته قدره لحتى تقدر انت توصل افكار للشخص يلي بحب يعبر. كيف اذا شخص عن جد عنده حاجه للتعبير الاكثر؟ صح، بس هو الطريقه الافضل. نعم. من خلال الفنون هن عم يعني عم بيعطوا افكار كثير، عم نجرب نترجم هالافكار. مرات بننجح بالتقنيه، مرات لا، طبعا نحن عم نشتغل مع فئات عمريه من 3 سنين لعمر ال 15-16 سنه، يعني مش على طول التقنيه بتكون بروفيشنال اذا بدي اقول، طبعا عم يتعلموا هن منهم محترفين، بس يعني من خلال حشريتهم بانهم يعبروا عن اشياء معينه عم نقدر نتوصل لنتعلم تقنيات. من خلال هذا المعرض حطوا حالهم، حطوا افكارهم واحاسيسهم هن باللوحات. حلو. هلا اذا بتحب عبد الله بيعبر لك عن هيك، خبرنا شو رسم. شو رسمت عبد الله؟ رسمت معصب. رسمت؟ معصب. هو معصب. معصب. اوكي. مين كان معصبك؟ مين معصبك يا عبد الله؟ بسألك مثل غيدة، مين معصبك؟ أكيد مش زوجة باسكال. ليش معصب يعني؟ إيه ليه معصب؟ معصب لأنه بكرة بدي أعمل مشكل. لا. إذا مع مين؟ إذا إجوا داعش. إذا داعش؟ يا الله لا يقدر يا عبد الله. لا تخيلك يا عبد الله. هو عم بحضر حالك. عم بحضر حالك يا عبد الله. ما تخاف، ما رح يجوا يا عبد الله. لا لا. ما تخاف، ما رح يجوا، أنت أقوى منهم مش هيك؟ إيه. لأنه أنت وقت ترسم أنت عم تعمل عم تقدم شيء كثير حلو للناس وللحضارة وللرقي، هن عم بيقدموا أشياء بشعة. انت عم تقدم اشياء كثير حلوه، برافو عبد الله. انا بدي اشكرك لحضورك عبد الله. باسكال ميرسي كثير لحضوركم. ميرسي لاستضافتكم. ميرسي لكم، انتم نورتوا لنا الشاشه. عن جد ميرسي لإلي. ميرسي غسان كثير. وانا بدي اقول له شغله لعبد الله، انا بدي خلص بدي احكي جورج خباز، خباز صديق، جورج خباز صديق كثير قريب لإلي، بدي اقول له بده يتعرف عليك، اكيد لازم يتعرف عليك. عبد الله كثير بحب جورج خباز وعلى طول بحاول يحفظ اغانيه. خلص. ويتمرن عليهم بالمدرسه. برافو عبد الله، ان شاء الله. يلا بكره بتشوفه بتسلم عليه يا عبد الله. اكيد بتسلم عليه بكره وبتشوفه. اهلا وسهلا فيك يا عبد الله ويعطيك العافيه. ما بدنا تكون معصب، ثاني لوحه بدها تكون مبسوط وعم تضحك. صح. وداعش رايحين. داعش الله يبعدهم ويخفيهم. بس انا نقيت رسم معصب. هو نقيت. هو نقيت مش مشكل. خلص لكاد. اهلا وسهلا عبد الله باسكال، شكرا لك. دكتور غسام شوفك جمعة الجاي ان شاء الله، رح نتابع بعد لحظات، خليكم معنا. رح نتابع هلا محطاتنا، والمحطه التاليه هي اعز محطه على قلبي بهلا الصباح، سينما معي انا.
ما تفهموني غلط، انا كل الفقرات بحبهم كثير، بس سينما البيبي تبعيتي شو بدي اعمل. واليوم معي باستوديو عالم صباح منتج فيلم لبنان يربح كاس العالم الا سيف. صباح الخير الا. مرحبا، كيفي؟ شو حلو هالعنوان، قولك بشي نهار هيك رح نقول لبنان يربح كاس العالم. ما هي هيدي القصة، نحن لعبنا شوي على الكلام، خلينا نحلم أول شيء يكون عندنا فريق إن شاء الله يقدر يروح على المونديال يعني. وهيدا الشيء ابتدى معكم قبل بداية المونديال تبع 2014، آخر مونديال بالعالم. كيف اشتغلتوا على هالفيلم وكيف بلشتوا تكبروا على أساس يعني باراليل إذا فينا نقول مع المونديال بال 2014؟ هلا اللي صار، أنا المنتج وكاتب الموسيقى، بس المخرج هو، في مخرجين، هو توني خوري صديقي، وفي عندنا مخرج كوديركتور أمريكاني اسمه أنتوني لابي. هلا اساسا فكره توني انه نعمل بورتريه لبيروت خلال كاس العالم، لانه بتعرفي ظاهره بيروت، في ظاهره غريبه كيف العالم بتحمس وعلى اساس صح. هي الفكره انه كل ما يصير في كاس العالم بتحس انه كانه لبنان ربح، انه هن عم بيدعموا بلدان كثير بعيده عنهم. هو اعلام بتشوفها نازله بتقول عن جد لبنان هو اللي عم يربح. انا مش شايف الفكره يعني، انا مش شايف بلد هيك بيعمل بكاس العالم، الا بلد مش له يعني بحمس بلدان ثانيه. هلا بحس بكره اذا نزل لبنان بركي معقول ياخذ هالقد سكسي لبنان بقلب لبنان، ولا بدلوا الاعلام الثاني؟ لا اكيد ساعتها بيتوحدوا كلهم. هي هي فكرتنا انه هي هيدي الشقفه من الفيلم، انه يمكن فريق فوتبول بواحد العالم حاصله. بقى فكره توني كانت قبل بشي شهرين من كاس العالم 2014. بلشنا ما كان معنا كتير وقت، اجت الفكره هيك وبلشنا نركض، لانه شهرين ما قدرنا حضرنا يعني، ما قدرنا جبنا كتير مصاري هيك، مشان هيك طلع الفيلم قصير، ما قدرنا جبنا فاندز لنعمله طويل. وركبنا قصه بقلبه يعني، كانت اذا بدك بورتري لبيروت، وفي قصه اثنين كانوا يحاربوا بالحرب الاهليه بلبنان، واللي بيجمعهم هو عشقهم للبرازيل والفوتبول. لحقناهم بقلب كاس العالم، وما رح اخبر اكثر لانه لا اذا حدا بده يحضر الفيلم يعني. اكيد اكيد لازم يحضروا الفيلم، اصلا رح نحكي عن الانجازات اللي حققها كمان الفيلم. تعاونكم انتم يعني، انت كمنتج وتوني خوري مع الكو دايركتور اللي كان كمان امريكي، كيف قدرتوا تتواصلوا معه وعلى اي اسس اشتغلتوا سوا؟ لانه هو مش من لبنان، عم يشتغل عم يحكي عن موضوع لبناني 100%. هلا انتوني بالاساس شاغل معه توني قبل بروجي بقطر وهيك قصص، عن وكثير بيجي على يعني على المنطقه، على المنطقه يعني شاغل بكذا بلد يعني، عنده فكره عن شوي المنطقه، بس اكيد خصوصا انه فيلمنا بيحكي شوي عن الحرب الاهليه صح. يعني نحن اللي كنا عم ندير هذا الشيء. فاجا كذا مشوار لهون، اشتغلنا كتير لونج ديستنس يعني، نبعث له هارد درايف يبعث لنا فيدباك وهيك سوا. هيدي اذا بدك شغله اخذت شويه وقت صح. لانه يعني اذا عملنا شيء ما فينا دغري نحكي فيه، واصعب شيء واحد يعمل فيلم عبر البريد يعني كمان هون نوعا ما. هلا هالايام اهين من يعني من 10 سنين كانت اصعب، من 10 سنين امبوسيبل. بقى بالضبط كانت حلوه، هلا كانت صعبه بمطارح انه مش على نفس الوقت نحن وهيك يعني، اوقات بدك تعرفي دغري بنمشي ولا ما بنمشي بشيء معين، بدك تنطري صح حسب التوقيت تناقش بشيء معين، ونيويورك في 7-8 ساعات. بس انه كانت حلوه يعني، فيها هيك كان شيء صعب بس حلو. هلا خلينا نشوف تريلر الفيلم ونرجع نتابع. اللبناني بيموتوا بالفوتبول. اللي حببني بالبرازيل بيي كان يحب البرازيل كثير، كان عنده حلم يهاجر على البرازيل يعني، كل على البرازيل. بحب كثير الفوتبول، كنت حب انه يصير لعيب يعني، يطلع مني لاعب. بحب البرازيل وبتعرف كلنا بنحب البرازيل. بلدك عم يحتلوه وعم يصور اني وانا عم فكر بماتش. بعد ما خلصوا الماتش بربع ساعة بتذكر احترقت المنطقة بالقصف. شخص فيني يعني قابله، كنا عتاق ضد بعضنا نحن،
ان شاء الله لبنان يشارك بكأس العالم ومن بعدها يربح كأس العالم. الحلو بالشغل تبع هالفيلم كان ألا انه اشتغلته بموازاه يعني عشق العالم للمباريات وايضا لبعض الفرق العالميه مثل البرازيل وغيرها، وبنعرف قديش لبنان موجود بالبرازيل كمان كثير بجاليات لبنانيه، انما ايضا كمان بموازاه الحرب الاهليه اللي عاشوها هالاشخاص الكثيره، ومنهم اخترتوا شخصيتين حكيوا عن كيف كانوا عايشين الحرب وعن عشقهم للفوتبول. صح، جمعنا هالشغلتين. هلا اذا بدي نحن واحدة من القصص اللي كانت من زمان بنفكر فيها انه خلصت الحرب بلبنان بس ما صار في مصالحه مزبوطه، نحن كلنا هيك نظفناها على الماشي. واحدة من القصص نحن ما كان هدفنا بعد نعمل فيلم بعد عن الحرب وهيك، بس بما انه من زاويه الفوتبول اذا بدي كان هيك خفيف بقى، كانت فرصه لنا انه نعطي راينا شو هي كانت الحرب ونحكي عن هالمصالحه يلي كان لازم تصير وما صارت مزبوط بلبنان. لانه هالشخصين هي وحده من فكرتنا من افكارنا الاساسيه، انه في فكره بلبنان انه هول اللي عملوا الحرب ونحن، هول الزعران اللي عملوا الحرب ونحن، كانه نحن ما خصنا فيهم، كانه هن بس بحبوا يعملوا الحرب ليعملوا الحرب. هلا انا هيدي الفكره ما كنت حبها من لا الاساس. لا اكيد لا، كل شخص معني. صح، كلنا معنيين وكل واحد قضيته اذا بتشوفيها من الزاويه تبعه كانت محقه، يعني هالميل او هالميل، وبالفيلم بخبر كل واحد عن قضيته، بس اسمع ما هيدا مزبوط قضيته محقه وهيدا محقه، بس ما كان لازم يتخانقوا، كان لازم يحلوها بغير طريقه. وفي كتير اشياء بتجمعهم اكثر من بتفرقهم، يعني هو وحده منهم هي الفوتبول والبرازيل. يعني صحيح صحيح، ومثل ما ذكرت يعني ان شاء الله اذا نزل لبنان ضمن فرق كاس العالم يصير هو العلم الموحد بس. صح. على كل الاسطوحه وعلى كل السيارات. لا انه شيء واحد. هلا انت بتعرفي بافريقيا الجنوبيه مانديلا اشتغل على هذه الشغله بمونديال الرجبي مزبوط، وقتها انه عمل اشتغل كثير انه يعمل هيك ناشونال تيم ووحد البيض والسود عليه. هلا ما في شيء بحل المشكله، بس انه لا، ومثل ما كمان يعني الحرب للاسف تولع يعني بتبدا وبتندلع على الارض، الفوتبول كمان بطريقه حلوه ببلش على الارض، يعني بشوفهم كلهم اولاد صغار بلشوا يركضوا بالحي اللي هن موجودين فيه، بالشارع اللي هن يعني موجودين فيه، بيعملوا كمان فيلدز للفوتبول وبلشوا بيلعبوا. صح. كلهم كمان بيمشوا مع بعضهم اوقات. انا اشتغلت انت كمان على موسيقى الفيلم كمان. صح. قديش ركزت عليها وقديش جربت تدمج ما بين الحرب وما بين الفوتبول بالموسيقى اللي اخترتها او اللي اشتغلت عليها؟ هلا انا اساسا مهنتي موسيقى. قبل ما اكون بالسينما، انا فتت على السينما هذه اول مره بشتغل شيء خاصه بالسينما، لانه تعرفت على توني عملنا كم مشروع موسيقي قبل وجتنا الفكره انه نعمل هالشيء. فانا مهنتي الموسيقى، يعني اشتغلت اذا بديك بالنهايه طلع اقل شيء اشتغلت على الموسيقى، لانه كنت فتت نت في نت في صرت المونتاج تبع الفيلم واخذ كثير معي شغل هيدا الشيء، لانه في كثير تفاصيل انا كنت عم بلقط الاشياء كلها ببعضها. الموسيقى يمكن شيء شهرين ثلاثه كتبت الموسيقى وسجلتها، لانه هو فيلم قصير يعني مش مع انه فيه كثير موسيقى يلي بيحضر وبيعرف انه كيف دمجت انه هلا الموسيقى التصويريه. هلا انا بكتب اغاني اصلا سينجر سونغ رايتر يعني، بس عامل قصص قبل هيك موسيقى تصويريه واللي هي كثير حلوه، لانه بتصير تحضري هالفيلم وتقعد تتسلي على يا على الجيتار يا على الكيبورد وتشوفي تركبي مود يعني. مزبوط مزبوط. كمان الان بالنسبه لموضوع الفستيفالات اللي شارك فيها الفيلم، يعني كانت البدايه هون شوي والعرض مع اللبنيس فيلم فيستيفال ببيروت وقبلها يعني. اكيد مؤخرا قبلها كمان كان في مشاركات بالخارج، ودائما هون بدي اقول لصديقتي العزيزه ريتا باسيل اللي هي عم تنسق معي على كل المشاركين كانوا بالفستيفال ومع كل الضيوف كمان، بدي اقول شغله انه هون الفستيفال تبع لبنان كان محطه اساسيه، انما قبله وبعده كان في مهرجانات كمان عالميه وعربيه، كيف كانت المشاركات وقديش شفتوا كمان الاقبال عند الناس برا لهالفيلم؟ هلا نحن خلصنا الفيلم بتشرين الاول وعملنا البريمير العالميه بورسو، يعني كان اول مره بينعرض بورسو، بعدين برم على كذا فيستيفال. هلا الجوائز اللي اخذناه هون وورسو كانت صحيح. اول تقليعه كانت ربحنا بيست دوكيومنتري، يعني افضل وثائقي قصير. ثاني مره رحنا، ثاني جائزه ربحناها بامريكا اللي هي كانت رحله كثير حلوه، لانه رحنا على الشط الغربي تبع امريكا،
اللي هو بين لوس انجلوس سانتا باربرا اللي هي بين لوس انجلوس وسان فرانسيسكو، وهي منطقه كتير حلوه انا بحبها من زمان، صار لنا فرصه نروح لهونيك وتربحوا جائزه ونربح جائزه وكان فيستيفال كتير اذا بدك هالعشر ايام ما بننساهم لانه المنطقه كتير حلوه، الناس كتير كتير، فيستيفال بيصير بكوميونيتي هيك صغيره كلهم بيحضروا سينما، بذات الوقت بيجي عليه كتير ناس من هوليوود يعني كان في كتير مشاهير شربنا كاس معهم وهيك بقى كان شيء كتير حلو وربحنا. هولي جايستين اللي ربحناهم هلا برمنا على كذا فيستيفال غيره بالعالم، وهلا مكفيين لانه هو الفيلم بضل على سنه او سنه ونص يبرم على فيستيفالات. صحيح. بعدين بلشنا هلا نفتش على ديستريبيوشن تو نوزعه يعني كيف باي طريقه، لو قصير يعني توزيعه شوي اصعب من الطويل. صح. بس هلا بلشنا بهذا الشابيتر وكمان راح يكون في عندكم عرض قريبا ان شاء الله. صح. هيدي بما انه البرازيل اخذ سكسي كثير بقلب الفيلم. صح. هلا تعرفنا على المركز الثقافي البرازيلي بالاشرفيه يلي هو راح طلب يعني سالنا اذا في يعرض الفيلم وهيك، راح نعرضه جمعه الجاي الاربعاء مثل اليوم جمعه الجاي الساعه 8 29 الشهر 29 بمركز الثقافي البرازيلي، ورجعين عاملين فيستيفال هن للافلام البرازيليه باخر بعد ما عينوا الوقت مزبوط كمان بالمركز لا بسوفيل رح نعملوا فيستيفال بالمتروبوليس. بقى رح يكون في افلام برازيليه وهيك، في ليله رح يعرضوا فيه فيلمين لبنانيه بس موضوعهم البرازيلي واحنا نحن بيناتهم، وهيدا الشيء الحلو يعني بينبسط واحد لما بحس انه البلد الاساسي اللي عم يشعر نفسه معني بقلب هالفيلم اللبناني كمان حب هو كمان يحتضنه ويعرضه بمهرجانهم. هلا بنفتح شابيتر البرازيل يعني هلا بلشنا نتواصل مع البرازيل، بتعرف البرازيل شغله كثير كثير كبيره للبنان ولبنان شغله كثير كبيره للبرازيل يعني. مزبوط. حيزعلوا منك بس هلا مشجعي المانيا لانه بنعرف بس تقول برازيل بنطوا دغري مشجعي المانيا. صح بس هل ممكن يكون في كمان فيلم ثاني له علاقه بكاس العالم؟ لا ما راح نفوت بهذا، ما راح نفوت بهذا، ايه توني هذا براس توني هلا يمكن ما نفوت بهذا التام، بس هلا عم نشتغل على مشروع ثاني فيتشر يعني فيلم طويل. شو ممكن يكون الموضوع؟ في حقبه بحبها كثير توني وانا كثير بحبها، هي هيدي حقبه ما بعد الحرب العالميه الاولى وخلال الحرب العالميه الاولى، في هي حقبه المجاعه اللي فيها ربع الشعب اللبناني ثلث الشعب اللبناني الجبل. انتوا ما بتحبوها بس حابين ترجعوا تذكروها يعني، مش انه بنحب الفكره بس هي فكره الفكره. صحيح مزبوط. ما كثير اتسلط عليها الضوء على فكره هيدي الحقبه. صح. واليوم انا دائما بشوف انه في كثير عالم ما معهم خبر انه صار مجاعه هالقد بلبنان ومات هالقد عالم. صح. اللي هي منا يعني منا موجوده بذهنيتنا وهي شيء كتير مهم بخليك اذا بدك كلها وبناء لبنان الكبير كل بعد عليه دولة لبنان الكبير. صح. فهي فتوني عنده فكرة انه نعمل شيء عن هالموضوع ويكون فيتشر يعني بقى. صحيح، لانه عن جد هذا الموضوع ما تم تسليط الضوء عليه ابدا. صح. خاصه بالافلام اللبنانيه اللي ركزت كثير بحقبه معينه على فقر يعني حقبه الحرب اللبنانيه والاهليه، ومن بعدها رجعوا جربوا يروحوا بانواع ثانيه، بس هيدي اكيد لازم يتم تسليط الضوء عليها فتره الحرب العالميه الاولى وقبل اعلان دوله لبنان الكبير. ايه هلا انا بعرفها بس من شي سنه وقعت على ارتيكل عم بيحكوا عن في ثلاث مجاعات من اكبر المجاعات اللي صاروا بالحرب، هيك طلعت بيناتهم كان لبنان وشفت صور كنت مشيفهم بحياتي كثير. بقى عم نشتغل على شيء ممكن نركب قصة بهذا الكونتكست بهذا الإطار. يلا إن شاء الله خير على كل الأحوال، كل التوفيق على فعلا. شكرا. نحن كنا سعداء اليوم بوجودك معنا كمان. وتحياتنا لتوني وأيضا لأنتوني بهالفيلم وعقبال الأفلام الجاية إن كانت قصيرة وإن كانت وثائق وإن كانت طويلة كمان كفيتشرز. رح نتابع محطتنا. أهلا وسهلا ألا، رح نتابع محطاتنا، رح ننتقل بعد لحظات لعند الشيف، خليكن معنا. بدي ارجع اذكر كل مشاهدينا بمسابقه اليوم اللي ابتدت امبارح بعد معكم لنهايه هالنهار، لتبعتوا لنا صوره اي شيء انتم عاملينه بايدكم، حيالله شيء من صنع ايديكم، تقدروا تصوروا لنا اياه وتبعتوه على رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح، شو ما كان، ان كان لوحه رسمتوها، نبته او زهره زرعتوها، حيالله شيء بالديكور عملتوه، اكسسوار، اي شيء انتم حابين تفرجونا انه هيدا الشيء من شغل ايديكم وانتم فخورين فيه، ابعتوا لنا اياه على صوره، على هالصوره ابعتوا لنا اياه على رقم الواتساب، واكيد رح يتم اعلان الصوره الفايزه بكره بعالم الصباح، والفائز رح يكون عنده تذكرتي سفر لفيينا تقدم من شركه نخال للسياحه والسفر. هلا رح يكون عندنا محطتين مفصلين مع شيف حسين ورشه ملح. سينما وفي بالسينما كمان بعد شو؟
ضمن أفلام الأسبوع الفيلم الكوميدي الفرنسي بيل فامي مع ماتيو أمالغيك وجيل لولوش عن اقتصادي فرنسي عايش بشانغهاي بيرجع لباريس لزيارة والدته وبيكتشف أنه خيو عم بيخطط لبيع بيت العيلة من دون موافقته وبيسعى لإيقاف المشروع. Did you know the family that lived here before? They were in way over their heads. ولمحبي أفلام الرعب ثريلر فيجنز بعد انتقالها السيد الحامل إلى فينيارد جديد لبداية حياة جديدة بتصير مع تهيؤات مخيفة مع آيلا فيشر وجيليان جايكوبز. بما انه بعدنا غرقانين بموضوع السينما بدي اقول لكل اللي بعد ما لحقوا يحضروا ماني مونستر وانهم قالها وتغ وايضا فيلم ذا نايس جايز لحقوا حالكم لانه اكيد مش رح يطولوا بعد كثير بصالات السينما لازم تشوفون. رح ننتقل هلا لعند شيف حسين ورشه ملح. ورمضان كريم لكل المشاهدين. واليوم السفره الرمضانيه تقريبا صارت جاهزه عندنا مثل ما بلشنا فيها ببدايه حلقتنا والاصناف اللي هن الروستو المحمره او الشبايه المحمره المعكرون كمان نطرتنا لحتى بلش فيها انا وياكم وايضا حضرنا نحن الهليون اللي سلقناه الهليون الاخضر اللي سلقناه مع شويه كربونات وايضا رشه ملح لحتى يضل محافظ على لونه بعدين حطيناه بالماي المسقعه لحتى ما يسود. لكن خلينا نبلش انا وياكم بلش بعجينه المعكرون. عندي هون 500 جرام طحين ابيض او طحين زيرو كمان طبعا هاي نص الكميه يعني عندنا هون 250 جرام من الطحين هون 50 جرام من طحين الفرخه في عندي هون 200 جرام من زيت النباتي كمان بدنا نحط محلب ناعم كمان حوالي 20 جرام كمان ينسون حوالي 15 جرام وايضا بدنا نحط خميره حوالي 5 جرام. طيب هلا نحن هون بدنا نعجنها وهلا رح نحط مي حسب الحاجه. فينا نحن هون بعد نحط لها كمان طحين فرخه. هلا بتشوفوا كيف رح تصير عندنا هيدي العجينه. هلا هون رح نتركها لحتى نريحها بس فينا نضيف لها طحين فرخه. طيب هلا عندنا هون بلشنا نحن حكينا بلشنا بال اللي حضرناه انا وياكم هيدا البروكولي بدنا نحط لها للبروكولي كريم فريش او كريمه طازجه حيواني. اوكي كمان راح نحط لها رشه من جوزة الطيب ورشة ملح صغيرة. وهلا هون رح نخلطها كمان كثير منيح رح نسكبها بقالب مع الجزر وايضا رح اقدم معها انا كمان بطاطا مشوية. كنت رح اقدم معها البطاطا البيريه بس طلعت لقيت في عنا هون بروكولي بيريه وعندنا كمان الجزر بيريه ففضلت اشوي البطاطا شوي مع شوي من زيت الزيتون ونقدمها مع الروست بيف. اوكي هون صار جاهز عندنا بنحطها على جنب كمان لحتى نسكبها بعد شوي. وهلا انا هون بالوقت كمان بدي بلش اطحن كمان الجزر نفس الطريقه لكن نحن رح نطحن الجزر نفس الطريقة
اوكي هيدا الجزر كمان بنحط له شوي من الكريم فريش وايضا كمان رشه صغيره جوز الطيب ورشه ملح. هون نحن بنحب نذكر لكل المشاهدين اكيد اللي عم يتابعونا، اذا ما في عندنا ميزان بالبيت هي الكبايه بتجي 200 جرام، يعني انا مثل ما هلا شفتوا حطيت 250 جرام، يعني بدنا نحط كبايه وشوي من طحين الزيرو وايضا كمان طحين الفرخه. كمان هذا الجزر صار جاهز عندنا. لكن صار عندنا الجزر وصار في عندنا البروكولي نحن طحنينهم ومهايرينهم، البطاطا المشويه كمان نحن سلقينا تقريبا سلقينا نحن نص سلقه لان اطيب نحن اذا سلقناها ورجعنا حمرناها شويناها. هلا خلينا نحضر انا وياكم كمان الصلصه للروستو. نحن صلصه الروستو بدنا نحضرها كمان طنجره على النار. حطيت طنجره على النار. كمان بدنا نحط زبده. هون نفس الصلصات هي زيتها على طول، زبده مع الطحين، كمان بنحط زبده وايضا بنحط طحين. كميه الزبده بدنا ننتبه لشغله بدها تكون قد كميه الطحين. هلا انا بدي اترك الزبده لحتى تذوب وايضا تاخذ اللون البني، الزبده مع الطحين لون البراون فينا نقول، بعدين بدنا نضيف لها مي الشهيه وايضا المي اللي حاطين فيها الكرفس والجزر وحطينا كمان ثوم، ثوم بيعطي نكهه طيبه. هون فينا نحن كمان ننتبه لشغله، اذا بدنا نحن الصلصه هيدي هي ذاتها فينا نطحن نشيل الروست او الشهبايه نقطعها نحضرها نضيف لها عجنب، نحن نعمل عجنب زبده مع الطحين. كيف نحن هلا عم ندوب زبده وطحين هون حاطينها على النار، فينا نحن نحط الزبده نعجنها بالطحين، صار اسمها بانيه، بنعملها زبده مع الطحين وايضا بنضيفها فوق الصلصه وبنحركها هيك، نحن بنربط فيها الصلصه كمان بنطحن اكيد اللي بيكون موجود بقلبها الكرافس ولا الجزر ولا البصل او الثوم. كيف انا هلا طحنت كيف طحنت هلا الجزر وطحنت البروكولي، لكن نحن هون ناطرين الزبده. نحضر الطحين. ناطرين نحن الزبده مع الطحين. اوكي. هون نحن الروستو، اول شيء حطينا الروستو على النار مع زيت نباتي، حمرناها لحتى اخذت لون من كل الميلات. حطيت انا بقع عطريه يعني جزر كرات كرافس بصل ما في اي مشكله، ثوم شو بيكون متواجد عندكم، قليتها كلها سبا مع بعضها، بعدين ضفت لها المي وايضا تركها لحتى تستوي على نار خفيفه وعلى مهله. مثل ما عم شوف انا ضغط لها البخار، ضاغط البخار لحتى كمان البخار ينحبس بقلبها، ايضا بتعطي نتيجه كمان استوى بسرعه على الروستو. هون انا القطر حضرته لحتى هلا بس بدي اقلل المعكرون دغري، شيل ايضا من القلايه واحط بالقطر. لازم القطر هون نحن يكون عندنا فاتر. ليه لازم يكون عندنا فاتر؟ لحتى حبه المعكرون دغري تشرب القطر. اذا كان القطر سخن ما راح تشرب القطر، وايضا اذا كان القطر بارد كمان ما راح تشرب القطر. طيب هون بجيب بطحين لكن الزبدة مع الطحين. مثل ما قلت لكم بدنا نخليها شوي تاخذ اللون الاشقر
وبعدين بدنا نضيف لها المي اللي عم تغلي مع الروستو لحتى ناخذ النكهه الطيبه. الروستو على النار، الجزر كمان على النار، وايضا كمان العجينه نطرتنا على جنب لحتى نريحها، اللي هي حطينا لها نحن طحين الفرخه، وايضا حطينا طحين عادي، وحطينا اليانسون، وايضا حطينا كمان المحلب الناعم. وهلا نحن رح نحطها، فينا نحن نعملها ايضا بعجينه، فينا نعملها نشبكها بالشاره، بتكون متواجده عندنا المبرش اللي بنبرش فيها الجزر وايضا البطاطا، او فينا نعملها عمصفايه كمان ما في اي مشكله. هلا انا رح فرجيكم اكيد باخر فقره رح اقليهم انا وياكم ونفرجيكم كيف رح تصير. انا هون بهالوقت ناطر كمان الزبده لحتى تاخذ اللون الحلو لحتى نضيف المي. بهالوقت خلينا نبلش نسكب انا وياكم سلطه، سلطه الهليون اللي حضرناها من بدايه حلقتنا. خلينا نجيب معنا الخس الفرنسي. طيب هون رح نحط الخس بهالشكل هيدا، كمان رح نجيب الهليون السلقينو، هيدا هليون نحنا حكينا سلقينو، هليون اخضر سلقينو مع شوي من الكربونات والملح، بعدين شلناه بردناه مع الماء والثلج لحتى يضل محافظ على لونه الاخضر، او حيالله نوع من انواع الخضار نحن بدنا نسلقها لازم نحط لها رشه صغيره من الكربونات، وايضا بنحط لها كمان رشه ملح، وبنشيلها بنبردها بالماء المسقعه طبعا لحتى ما تسود. اوكي هيدا الهليون. هون بدنا نجيب عرق بقدونس، نحط الهليون ضمن العرق البقدونس ونلفها بهالشكل. اوكي وهلا نحن هون بدنا نستعين بالبندورة الكرزية، وايضا بدنا نستعين كمان بالفطر. لكن في عنا البندورة الكرزية، وايضا في عنا الفطر. طيب طبعا فطر طازج بنحط له، وايضا فينا نحط له نحن الجوز مش غلط. اوكي طيب وهلا كمان بدنا نحط لها فطر، نقطع الفطر. هون بدنا ننتبه لشغله، الفطر نحن ما بيسوى نغسله، فينا نمسحه وايضا فينا نشيل القشره عنه ما في مشكله، ولكن ما بيسوى نغسل الفطر. اوكي بضل في عنا الصلصه، بس ما رح احط الصلصه هلا انا، لان بدنا نتوقف مع بريك صغير وبنرجع سوا. لا لا ما بتصدقوا ما بتصدقوا، وصلت لهون يعني قديش كانت الريحه هونيك طيبه، هون الريحه بعد اطيب. رح نشوف وين صارت التحضيرات النهائيه مع الشيف حسين. لا سكر الكادر تبعي. طيب. عليها بعد مره بشرف. خلص ما بعلي. لا بعد مره.
انا بس عم شممك الريحه. لا لحس انت شو بليز عيدها بس لحظه للمشاهدين، خذوني بليز قريب، شفت كيف اخذتني؟ شفت؟ يعني لو عم اقول لك فرجيني موديلي بالطنجره ما بتعمل هيك. شيف حسين لا ما بصدق انه هلا هيدي الريحه، هلا فيك تفوت على كادري فيني اجي على هلا هلا مش الحال. هلا هيدي الريحه رح تصير في عندنا هون فوق الزبده والطحين. لا بس انا ريحه المعكرون اللي ريحه اليانسون ايه عم شمها هيدي العجينه. اوكي هيدي الشهبايه، هاي الشهبايه الشهبايه الشهبايه. كمان عن جد ريحه كثير طيبه، ريحه المواد المعطره الكرافس والجزر والبصل وايضا التوم. نعم هون فينا احنا نصفيها. اوكي هلا خلينا نجيب الشريط لنحكي شوي. مثل ما شفنا حطينا زبده مع الطحين وايضا ميه الروستو، هيك نحن بنكون حصلنا على صلصه كثير طيبه غير شكل غير شكل. اوكي طيب بنحط لها بس بعد رشه ملح. اوكي صارت جاهزه عندنا. اوكي اوكي هاي بالنسبه للصلصه، واما بالنسبه كمان للروست بيف صارت جاهزه. انا رح شيلها الطنجره اوكي حطها وراي لان بدي اجيب الزيت الحامي. كمان حط الزيت الحامي هون على النار لحتى نبلش بقلي المعكرون. اوكي هاي الصلصة خالصة خلاص. اوكي يلا وهون فرجينا السلطة خلصناه نحن. ايه فينا نزينه بعد شوي، نحط له بعد صلصة. شو حلوين الالوان. اوكي 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 هلا هون نحن انا وياك بدنا نبلش قلي بال معكرون. يلا جاهزين والمعكرون وهيدي المبرشة كمان جاهزة. اوكي طيب هلا هون هاي العجينة شفنا. طيب خلينا نشوف اول شيء اذا حمي الزيت. لا بعد، لا الزيت بعده شوي بارد. ايه بعد لكن ليحمى الزيت بهالوقت انا وياكي غيدا. خلينا نحن نبلش نقطع الروست بيف ونحضر الروست بيف. ايه بما انه جاهزين صاروا صح خلينا نحضرهم ونقدمهم، بس بدنا نحرق ايدينا بالاول. ايه هيدا قصاصك لانك سكرت الكادر علي. قصاص هيدا القصاص تبعك. اوكي اوكي يلا بعد ساعتين من السلق والقلي صارت خلص جاهزة. صارت جاهزة يعني. ان شاء الله الخيط. اوكي. اوبا. يلا هلا هون لوتي؟ لا سافا. يلا. متأكد. ايه شوي كأنه. بس انه سافا. سامحينك. هلا هون عم نقطع بهالشكل هيدا، حطيت الملقط لحتى ما احرق ايدي. ايه اوكي اوه عظيم الكويسون تبعه. اوه هيدا هو كمان ابطا الله. خلص ها شفت؟ قلت لك بدك تقصص، معقول تعمل هالعمله وما تتقصص؟
مبسوطة هاي مبسوطة. يلا اوكي اصلا يلا اصفصح عم يطلع. لا انه عملتك ما بتنعمل يعني. اوكي خلينا هون نحط الروستو. اوكي بهالشكل هيدا. فينا البطاطا مشوية كمان قدمها معها ما في اي مشكلة. اكيد صديقة الروست بيف. صديقة الروست بيف. هلا انا بهالوقت رح اجيب القالب وبنجي لهون. يلا نحط البروكولي. طحنينا هون نحن مع كريم فريش و ما تقولي لي ما كترت جوزة الطيب. اوكي ابقى اكتر برا. لا حط قد ما بدك بقصر. معلش معلش طول ما انك برات كادري مش مشكل. هلا هون يعني ثلاث ارباع بس انه مش مشكل. مش مشكل ما في مشكله. ما حنقاصصك برات هالقد برات الكادري. اوه عظيم. اوكي. هلا احكي لنا احنا فينا نقدم مع البطاطا المشويه. يلا بعد هلا في بس شوية ديكورات وبعد في كمان الصوص. الصوص اوكي وهيدي الصوص كمان صارت جاهزة. اوكي انا هون بدنا نشوف اذا كمان حمي الزيت. الزيت مفروض هلا يكون حمي خلص. بتعرف كانه طفت طفى الغاز. لا حلو. لا شوف ما خصني هيدي انا مش انا. انا ما في هيدي ما علقت على قصه الغاز. يلا منلحق. ما فتحت تمي على قصه القلي مع انه بتعرفني انا والقلي مش اصحاب بس انه بس ماشي الحال. طيب هلا لكن خلينا نبلش نحضر المعكرون. اوكي نبلش نعمله بالشكل الحلو. طبعا نحن فينا نعمله غيدة بالاشكال اللي بدنا اياها صح للمعكرون. بس قبل ما بلش بالمعكرون انا هون مقطع شويه جزر كمان لحتى للسلال. كمان نعطي لون حلو لصحن السلال. اوكي اوكي يلا هلا نغير الكف ونبلش بالمعكرون. بضل في عنا المعكرون. اوكي هيدا غيرته هيدا اللي ما غيرته. لا ما ما بيأثر. بتعرفي شو الجزر مع المعكرون ما بيطلعوا طيبين. لا اكيد ما بيطلعوا طيبين. يلا طيب هون نحن هاي المعكرون نجي لهون على المصفيه. ايه صنعت الموديل بهالشكل الحلو. طيب كمان نعمل حبة تانية. لا بعد النار هلا. اوكي بلش يحمى الزيت. ايه بلش يحمى. اوكي لكن هاي عجينة المعكرون نحن حاطين طحين فرخة وايضا طحين زيرو ينسون خميرة محلب ناعم وزيت نباتي وعجنيهم كلهم سوا حصلنا على العجينة المهمة كبيرة العجينة. ما هيك في واحد يعملهم أصغر هلا معودين عليها بهالبوديل. ايه هلا نحن معقول واحد يقدر يعملهم أصغر؟ لك عم بعملها صغيرة هلا. يلا هيتا نشوفها كيف كمان تطلع. لحتى نشوف كيف تطلع صغيرة. ايه لأنه بالعادة نحن معودين على الكبيرة. هاي الصغيرة ايه مهضومة هي زيتها. هلا بناكل اكثر اذا كانت صغيره بس. وحده ما بتأدي. لا اوقات الكبيره وحده ما بتأدي. طيب خلينا نبلش نحط بالزيت.
اوكي اي عم بلش يسخن. ونحط الصغيره. هاي الصغيره كمان. ايه بس هون بدنا ننتبه شغله انه الصغيره بتستوي قبل الكبيره. اها كمان بدنا ننتبه لهم. ايه سو مشان هيك اثبت واحد لكان ما يعملهم كثير صغار، يعني بده يمشي او بده يمشي يا صغير يا كبير. 100% ايه صح، ما في يعمل وحده هيك وحده هيك. هلا نحن بس بدنا نشيلهم وايضا نحطهم بالقطر الفاتر. اوكي ايه خلينا ببلشوا يلا. كمان هلا بنطلع الملقط يلا ومنقلبهم. هون القطر البارد جاهز عنا، صار جاهز ناطرهم. ناطر بس قطر فاتر اكيد. تنطر شوي عليهم ما هيك ليشقروا شوي لحتى ياخذوا اللون. ايه الذهبي اللي بنعرفه نحن، بنحط اللون الذهبي بس بدنا نلحق. ايه ما قد ايه بعد عنا وقت؟ دقيقتين. دقيقتين ايه. اوكي، المهم نحن الفكرة حطينا طحين الفرخة مع طحين الزيرو، حطينا رشة من او 5 جرام من من شو حطينا 5 جرام؟ تذكر ما حقدر من المحلب الناعم. اوكي وايضا حطينا رشه خميره وحطينا كمان ينسون، خلطنا هيدي كلها سوا العجينه مع بعضها مع زيت نباتي، وفينا نحط لها كمان شويه مي اذا طلعت عنا كثير سميكه بنحط لها شويه مي. اوكي هل هن لانه كانت شوي هي الفرن شوي غدرنا هون، قصدي النار يعني غدرتنا 100%، مشان هيك بدهم شوية كانت وقت بعد لحتى يحمروا. بس كمان بنحب نوضح شغلة ايه؟ انه القطر لازم يكون القطر فاتر، عشان هيك انا عملت القطر قبل بوقت. خلينا نرجع نذكر دغري بهدول اللي حضرناهم قبل. نحن هون الروست بيف، حضرنا الروست بيف اول شيء جبنا لحمة شهباية قليناها حمرناها بزيت نباتي، ضفنا لها المواد المعطرة الكرفس الكرات الجزر بصل ثوم، وايضا حطينا مي لحتى غلت وايضا استوت. اخذنا المي عملنا فيها الصلصه اللي هي زبده وطحين ورشه ملح، وايضا المي ما بدها لا صلصه الصويا ولا اي ماده منكهه لان هي لحالها منكهه. مزبوط. بعدين عملنا البروكولي مع طحناه مع كريمه فريش وايضا رشه من جوزة الطيب، والجزر نفس الشيء. فينا نحن هون نقدم معها البطاطا المشويه او البطاطا البيري نفس الشيء. كيف عملنا نحن البروكولي والجزر، فينا نعمل كمان البطاطا ولكن نضيف شوي من الزبدة للبطاطا بيري. طيب أنا هون رح شيل حطها بالقطر. أوه يعني هي ما كتير بس لحتى نفرج المشاهدين قبل ما يخلص وقتنا. وين الصغيرة فتشنا عليها ضاعت بين الكبار. صغيرة صغيرة هلا بتبين هلا بتبين. لكن غيدا هول ثلاث اطباق. ايه؟ نحن هون رح نحطها شوي بالقطر وايضا نشيلها ونسكبها. ومنقلكم هيك الف صحتين ورمضان كريم. كمان تابعونا بكره اكيد بكره رح تكون معهم انت شيف 100%. وانا بشوفهم نهار الاحد ان شاء الله بعالم الصباح، ونحن رح نتابع هلا بسكبهم هلا على الجدريك. نهار حلو ونحن بنشوفكم بكره. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close, when we move.
شكرا.